من فترة طويلة ومجتمعنا عايش في حالة من الفوضى والخزعبلات اللي بتتباع تحت اسم الاختراع الطبي المذهل، ولقينا برضو ان الثقافة الطبية عند الناس تكاد تكون منعدمة. ده اللي خلى الحالة الصحية لمجتمعنا توصل للي احنا فيه دلوقتي، وعلشان الأمانة العلمية اللي حملناها كان لازم يكون لنا وقفة احتجاجية ضد الجهل، وقفة طبية اسمها الدكتور. بيطلعلي صبار حوالين بقي، بنتي عندها 8 شهور. انا عايز اقول لكم اصبحت كابوس مفزع. عندي مشكله الدوائر بدون ما نروح لدكتور وبدون ما نخش تاني علاج بالليزر علاج تجميل. اهلا بكم. في حلقه سابقه تكلمنا عن ما يسمى بعلامات الاستفهام في الطب، وانا قلت لكم قبل كده انه الفارق الكبير بين الطب الحقيقي والطب العلمي، مفيش حاجه اسمها الطب العلمي، العلم الطبي الحقيقي، لانه الطب لازم يكون علم، قائم على انه كثير من الابحاث المعلومات الطبيه الهائله، لانه انتم مش متخيلين مثلا لما بنيجي نتكلم في اي توبكس في اي موضوع طبي، مش متخيلين كم الابحاث والمراجع اللي بتتكلم في الموضوع ده قد ايه. مش متخيلين مثلا ان البويضه عليها كتاب، ممكن تشوفوا كتاب عن البويضه، عن البويضه كتاب قد كده كده، او سلسله قد كده، مرجع واحد بارت 1 و2 و3 و4. دايما اقول انه الفرق الكبير بين العلم والجهل، أن العلم يتحدث في التفاصيل، الجهل بيبسط الأمور. وأنا بقول لكم لا تتقبل أبدا من أي حد يسطح لك الأمور، يكلمك ببساطة. لا تتقبل أساسا أن أنت تسمع الطب من حد مش طبيب، مش حد مش محترف، لأنه لن يستطيع أن يدخل في التفاصيل، ودايما هيبقى كلامه جدا وقشر جدا، وده غير مقبول الآن في 2014، ومفيش حد في العالم كله بيتكلم في الطب إلا إذا كان دكتور في أي حتة. ضيف العزيز طرح المرة اللي فاتت ما يسمى بعلامات استفهام، ودايما علامات استفهام جوه المادة العلمية تكمن وراها كثير من التفاصيل. النهاردة أبواب كثيرة مغلقة هنفتحها، وهدخل معاه برهان، الرهان اللي أنا كسبته أن مشاهد الدكتور مشاهد لبرنامج مختلف عن بقية المشاهدين. مشاهد الدكتور احنا احترمنا عقليته فكلمناه في التفاصيل، وهو الآخر احترمنا فتابعنا وما احترمش او ما تابعش اي حد تاني، لانه وجد الفارق المهول بين السرد العلمي الدقيق بتفاصيله وبين الكلام السطحي اللي ملوش اي عمق طبي، وربما كمان يكون مش من المتخصصين على الاطلاق. اسمحوا لي نرحب بقيمه علميه كبيره هيفتح لنا النهارده هذه الابواب المغلقه، وهيحللنا كثير من الفوازير بعلمه الغزير، وايضا قامه جراحيه متميزه هيكلمنا على الموست تكنولوجي اللي ممكن تحل كتير من علامات الاستفهام دي، هو طبعا الاستاذ دكتور هشام الشاعر، استاذ واستشاري امراض النساء والتوليد والحقن المجاري والعقم بكليه طب جامعه القاهره، الفول بروفيسور، استشاري جراحات المناظير واطفال الانابيب والحقن المجاري، عضو الجمعيه الاوروبيه لعلاج تاخر الانجاب والعقم، واستشاري علاج العقم بالخلايا الجذعيه. اهلا بك. اهلا بك دكتور ايمن. وحشني جدا دكتور هشام. حضرتك اكتر. الاسبوع اللي فات اتكلمنا على علامات استفهام. تمام. ايه بقى كانت علامات استفهام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كنا الاسبوع اللي فات ابتدينا نتكلم على علامات استفهام اللي تخص الحقن المجهري، وبعدين ابتدينا نفندهم عنصر عنصر بناء على اركان او معطيات الحقن المجهري، جنين، حيوان منوي، بويضه، ورحم. وتكلمنا عن علامات الاستفهام التي تخص الجنين، وتكلمنا عن الجديد وكدورنا احنا في مجال اطفال انابيب والحقن المجهري، واستخدام الحديث والحديث في الاجهزه الكهرباء، في الاجهزه والتقنيات وكل حاجه، والحضانات والمديات، اتكلمنا في كل ده، والاطباق فاكر موضوع الاطباق ده؟ طبعا. تمام.
وبعدين دخلنا على نقطة الفحص الوراثي للجنين، وبعدين بعد ما خلصنا الإجابات عن علامات استفهام الجنين اتكلمنا عن علامات استفهام تخص البويضة، والنهاردة هنكمل سلسلة علامات الاستفهام وفك رموز هذه العلامات. نبتدي؟ نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحيوان المعلوم اللي هي نبدأ من النقطة التي وقفنا عنها في اللقاء السابق. بالضبط كده. الحيوان المنوي، ايه علامات الاستفهام اللي تخص الحيوان المنوي عشان في الاخر لما نجاوب عليها يبقى هنوصل ان احنا عندنا جنين قوي. انا عندي حيوان منوي كائن بستغله في تكوين جنين، يبقى هو اساس مهم جدا. يبقى لازم نسأل نفسنا، هذا الحيوان المنوي قادر وهل هو كفء على تكوين جنين بالدرجة اللي احنا عاوزينها ولا لا؟ الإجابة طب ايه هو مقاييس الحيوان المنوي القادر على تكوين الجنين القوي؟ ايه هي المقاييس دي؟ مقاييس تخص نمرة 1 شكل الحيوان المنوي، نمرة 2 مقاييس تخص مضمون الحيوان المنوي. يا ده احنا زي ما اتكلمنا برضو عن البويضة الحلقة اللي فاتت مضمون. شكله مضمون برضو، وزي ما اتكلمنا عن الجنين شكله مضمون برضو، بنتكلم دلوقتي عن الحيوان المنوي شكله مضمون. شكله تعال نشوف. خلاص اعتقد ان السادة المشاهدين، وعلى فكرة حقيقة كلامك مظبوط تماما في المقدمة اللي قلتها، ان فعلا مشاهدين برنامج الدكتور فعلا بقى عندهم وعي وثقافة طبية على مستوى عالي. واحيان كثيرة جدا المشاهدين دول لما بيروحوا الاطباء وبيناقشوهم في طريقة العلاج ويناقشوهم في الجديد كمان في العلاج، الدكاترة بيستغربوا من الكلام ده. ولما المشاهدين دول بيقولنا وبيتناقشوا معانا تصدقني يعني بيبقوا سهلين جدا جدا ان انا اوصلهم المعلومة، ان هم بيبقوا عندهم خلفية ودراية عن الكلام ده. الحمد لله. وابتديت اتسأل اسئلة من حالات، ايه رايك يا دكتور اعمل فنة ولا بيكسي؟ اعمل ايه؟ يعني وصلوا لمرحلة انهم عارفين الفرق بين الفنة والبيكسي. ايه رأيك حالتي اعمل لها فنة ولا بيكسي؟ وهو عارف ايه الفرق ما بين الفنة والبيكسي. احنا بقى عاوزين النهاردة نجاوب ايه الفرق ما بين البيكسي والفنة. طبعا الصورة اللي هي يعني بتهيألي ان احنا ناقص نعلقها خلاص تمام في الهول مثلا او في الريسبشن، اللي هي صورة الحيوان المنوي السليم. تمام، ادي الصورة بتاعت الحيوان المنوي السليم، هذا الكائن العبقري اللي هيكون الجنين راس ورقبة ودين. انا عارف واحد صاحبنا بتاع سكورة حاططها في الريسبشن. تمام اكيد. الراس الحيوان المنوي طبعا فيها الجزء الازرق اللي هو النواة التي تحتوي على الصفات الوراثية بتاعت الحيوان المنوي الدي ان ايه او الكروموزومز. وعلى الراس دي فاكر الطاقية ده اللي هي الاكروزوم اللي هو الحاجة الهلالية الشكل، لونها ابيض كده على اقصى يمين الصورة. ده الاكروزوم ده فيه عنصر مهم جدا، وقلنا عليه قبل كده فاكر عنصر الكالسيوم. عنصر الكالسيوم مهم جدا للحيوان المنوي عشان يقدر يخصب البويضة. طيب وبعدين ادي الرقبة، بعد الراس في الرقبة اللي هو مصدر الطاقة اللي هيقدر على اساسها الحيوان المنوي يتحرك. وبعد كده الكائن العام زي الكرباج ده الجزء اللي هو اسمه الديل او تيل الحيوان المنوي. يبقى احنا لازم نتأكد ان الحيوان المنوي سليم شكلا. تمام طيب كويس قوي. سليم شكلا ما طلعش سليم الشكل، عملنا تحليل السائل المنوي، وبين قوسين كده قلنا لازم يكون تحليل السائل المنوي في مركز للخصوبة. في مركز الخصوبة، اقول تالت في مركز الخصوبة، قلتها كتير ومش همل من تكرارها، لان لسه لحد دلوقتي لحد امبارح انا بكلمك النهاردة ولحد امبارح هناك من يعارض يقول لي لا انا مش هقدر اعمل التحليل في مركز الخصوبة. ليه؟ لا عشان هعمل واحد جنبي قريب مني كده. ما هو ده القريب منك اللي هيديك نتيجة غالبا غير صحيحة، هو ده اللي هيخلينا نخش في سكة في الاخر السكة دي تطلع غلط. معلش هتخمص دور المريض شوي. تمام يا دكتور، بس المركز اللي انا هعمل فيه التحليل ده مركز مشهور قوي، ده معمل مشهور قوي. معمل مشهور قوي يعني من المعامل اللي هي بتطلع في التلفزيون. تمام. هو لهم معامل حبايبنا يعني برضه. تمام. مش معتز على مين. هل هو متخصص في تحليلات السائل المنوي؟ لا مش متخصص في السائل المنوي. هتفرق. قلنا في فروق فنيه كده في تقييم السائل المنوي، مش هنخش في تفاصيلها. بنقول ان الطرق دي هي دي اللي احنا بنعملها في مراكز الخصوبه، مش اللي بتتعمل في المعامل العاديه مهما كانت شهرتها واسمها.
طيب عملنا التحليل ولقينا فيه خلل في شكل الحيوان المنوي، في تشوهات بنسبه 100%. الراجل ده ممكن يعمل حقن مكاري، الراجل ده ممكن يعمل حقن مكاري. طيب بس لما جينا افرزنا التشوهات لقينا الراجل ده عنده تشوهات 100% في راس الحيوان المنوي. هي دي المشكله بقى. اقول تاني، الراجل اللي عنده تشوهات بنسبه 100% ممكن يعمل حقن مكاري رغم ان الحيوانات المنويه مشوهه بنسبه 100%. ليه؟ لان احنا هناخد الحيوانات المنويه اللي التشوه بتاعها مش في الراس، في الدين مثلا، وحتى تشوهات معينه في الدين مش كل التشوهات مقبوله يعني. طيب ولو كانت الراس سليمه مفيش مشكله. طب لو كانت بقى المشكله اللي هي راس الحيوان المنوي، كل حيوانات منويه هذا الرجل الراس بتاعته غير سليمه، يبقى لازم ندور على السبب ونعالجه. سبب جايز يكون ايه؟ التهابات. لو عنده التهابات في القنوات اللي هيمشي فيها الحيوانات المنويه ممكن تأثر على حيويه الحيوان المنوي. الخلل في الهرمونات، دوالي في الخصيه، ولو ان دوالي الخصيه دي العمليه بتاعتها عليها كونتروفيرسي. يعني ايه كونتروفيرسي؟ يعني قولان، عليها ديبيت. يعني في ناس تعارض وفي ناس تقول في ناس تهاجم. تمام، احنا هنسيب المجال ده لدكاتره امراض الذكور. المهم يبقى لو كان في سبب ينفع ان هو يتعالج يبقى لازم نعالجه. يبقى ما ينفعش الرجل كده اخده من الدار للنار واعمل له حقن مجاري من غير ما اشوف السائل المنوي بتاعه، ومن غير ما لو كان عنده مشكله اعالجها قبل الحقن المجاري. تمام، جالنا الراجل وعملنا له التحليل السائل المنوي ولقينا عنده مشكله في شكل الحيوان المنوي ودورنا على سبب ما لقينا السبب، يبقى الرجل ده طبيعه الخصيه بتاعته كده بتفرز منتج مش سليم 100%. هنقول له امشي روح، مش هينفع. علامه الاستفهام دي اجابتها ايه؟ علامه استفهام ان لما يكون عندي حيوان منوي راسه مشوهه بنسبه 100%، اجابتها فك رموزها هتبقى ايه؟ تبقى حاجتين. عزيز الرجل اللي عندك التشوه 100% في راس الحيوان المنوي، انا مش هقدر اعمل لك حقن مجهري عادي، لا انا هعمل لك حقن مجهري وعليه نقطه او نقطتين مهمين جدا جدا لرفع نسبه نجاح الحقن المجهري. لما اجي انا اختار لك الحيوان المنوي هختار لك الحيوان المنوي اللي الراس فيه اقل تشوه واكثر تشوه. مشهور في الراس حاجه اسمها فاكيوليشن، فاكيوليتد هيد. يعني ايه فاكيوليتد دكتور ايمن؟ يعني الراس فيها فراغات او فقاعات كده. يعني الراس الماده اللي فيها مش موجوده، بدلها في فراغات. في فراغات كانها بالظبط، يعني بالظبط كده عامله بتفكرني بفقاقيع الصابون مثلا. بالظبط كده. طيب هنعمل ايه؟ احنا هنعرض السائل المنوي للجهاز اللي بيكبر الحيوانات المنويه الاف المرات، 6000 مره على الاقل. مش 200 ولا 1000، 6000 مره على الاقل. عشان خاطر اشوف اقل هذه التشوهات، والحيوان المنوي ده هو ده اللي انا هنقيه واعمل بيه الحقن المكاري. فاكر تقنيه التكبير الا وهي ايه؟ الامسي والام اللي هي بتاعت الماجنيفيكيشن. احنا هنكبر الحيوان المنوي. طيب في حل تاني، يعني تكبير. في حل تاني الرجل ده جايز يستفيد منه؟ في حل تاني جايز الرجل ده يستفيد منه، الا وهو واحد راجل عمل حقن مجهري مره واثنين وثلاثه وفشل ومش لاقيين سبب. وارد جدا ان الماده الوراثيه، ما دي علامه استفهام. الرجل ده كويس ما عندوش مشكله والزوجه بتاعته كويسه ومش لاقيين سبب لفشل حقن المجهري مره واثنين وثلاثه، ما دي علامه استفهام. نجاوبها، عاوزين نعرف الماده الوراثيه بتاعت الحيوان المنوي سيد الرجل، عاوزين نعرف الماده الوراثيه بتاعت الحيوان المنوي، هنعمل لك ايه؟ البيكس اللي احنا قلنا عليها اللي هي الفحص الوراثي للحيوان المنوي. يبقى انا مش هاخد اي حيوان منوي اعتباطا كده دكتور ايمن خالص، ده انا هاخد الحيوان المنوي اللي انا عملت له اختبار واتاكد ان الماده الوراثيه بتاعته مالها سليمه. فعشان كده هنحط الحيوانات المنويه في الطبق بتاعنا اللي فيه اختبار البيكسي وهنشوف فيديو لكده. الماده دي اسمها الهيالورونيك اسيد، اللي هي ماده طبيعيا بتبقى موجوده حوالين البويضه. طيب يعني ايه؟ يعني بنقول ان ربنا عمل الاختبار ده عمله رباني، الماده دي ربنا خلقها ان تبقى موجوده حوالين البويضه. تكتسب مين؟ تكتسب الحيوان المنوي اللي الماده الوراثيه بتاعته سليمه. طب انا بس عايز افهم حاجه، ايه الشفرة اللي بين المادة دي اللي هي مادة اللي حوالين البويضة اللي اسمها هيالورونيك اسيد بالظبط وبين الحيوان المنوي السليم؟ تمام، هل هي شفرة نوعها ايه؟ تمام، عايز افهم.
لما يكون الدي ان ايه او الكروموزومز الكروموزومات بتاعت الحيوان المنوي سليمه سليمه تماما، وبالتالي تكوين او انتاج الحيوان المنوي ده انتاج سليم. انتاجه من ايه؟ انتاجه من ايه؟ انتاجه من حاجه اسمها مستقبلات الهيالورونيك اسيد. تمام؟ بمعنى هو عنده حاجه زي ما تقول مغناطيس، هو عنده حاجه بتتكون الحيوان المنوي هو المدرسه بتاعته سليم، الحاجه دي بتشدها ماده الهيالورونيك اسيد. تاني كاني الهيالورونيك اسيد ده مغناطيس، وكان الحيوان المنوي دوت السليم بيطلع مسامير مثلا مسامير حديد او اي قطع حديد. الحيوان المنوي السليم هو المدرسه بتاعته سليمه، يعني هي اللي بتخليه يكون المواد اللي هي عامله زي الحديد، بحيث الهيدرونيك اسيد ده هو ده اللي يسحب الحيوان المنوي. تعال نشوف فيديو يوضح لنا برضه الصوره أكتر. يوضح لنا الصوره دي احسن شويه. الفيديو هيبين لي ان انا عايز افهمه الجاذبيه. تمام. سبحان الله، حتى الجاذبيه بين الحاجات اللي يعني البشر بينهم بعض جاذبيه. تمام. الخلايا بتاعت البشر بينهم وبين بعض جاذبيه. تمام. ده الطبق، وبرضه زي ما نوينا في الحلقه اللي فاتت، ده مش اي طبق، ده طبق عشان خاطر نعمل فيه ما يسمى بالبيكسي، ده فحص الوراثي للحيوان المنوي. احنا ده اللي خدناه ده تلات عينات من السائل المنوي، حطيناهم عند تلات نقط بيحتوي على هيرونيك اسيد، وبعدين حطينا السائل ده في ماده الكالسيوم. السائل ده في ماده الكالسيوم، وده برضه حاجه جديده جدا جدا في مجال اطفال انابيب، ده عشان يزود من تخصيب البيضات بالحيوانات المنويه. واستنينا بقى نشوف. ادي النقطه، ادي النقطه، ده الدايره او الحاله دي دكتور ايمن، ده الهيرونيك اسيد ومقطه كده. تمام. انا لما اخد بقى حيوان منوي من الدايره دي، هاخد الحيوان المنوي اللي هو مش بيتحرك، هاخد الحيوان المنوي اللي منجذب ناحيه الدايره دي. شفت اللي حصل؟ ايوه، انا خدت حيوان منوي اللي منجذب ناحيه هذه الحلقه. شايف؟ انت قلت لي مش اي واحد برضه، مش اي واحد، ده اللي منجذب في السطح الداخلي للحلقه دي. تخيل، يعني حتى مش موجود في اي جزء من الحلقه. لا، في السطح الداخلي، في الانر بورد، زي ما قدر يدخل جوه. يبقى ده احسن واحد انجذب ليه لماده الهيرونيك اسيد، وبالتالي هو احسن واحد في الماده الوراثيه بتاعته سليمه. طب انا هسالك سؤال يعني يبدو ساذج، الم يرهق هذا الحيوان المنوي؟ نهائيا بالعكس. تمام. يعني ما حدش سالك السؤال ده قبل كده؟ تمام. وفي ناس طبعا سالت السؤال ده، ولا على فكره سؤال مش ساذج ولا حاجه. ودايما دايما دايما خطوه مهمه جدا في الحقن المجهري، وفي شركات قائمه على كده، شركات اجنبيه محترمه جدا قائمه على كده. وفي تواصل ما بيننا وما بين الشركات ديت. ايه هي؟ سيلكشن اوف ذا سبيرم، اختيار الحيوان المنوي. تخيل، يعني البويضه مهمه كل حاجه، دي ملكه، بس برضه الراجل ده مهم جدا الحيوان المنوي ده. طبعا. لان في الفرق، لان انت في نقطه معينه الناس مش واخده بالها منها. ايه هي؟ في اطفال النبيب ايام زمان كنا احنا بنسيب البويضه وحواليها حيوانات منويه، والحيوان المنوي هو اللي هيخترق ويخصب البويضه. احنا في الحقن المجهري انت الطبيب هو اللي هيختار حيوان منوي. يعني انت ما عندكش الا فرصه، هو حيوان منوي واحد خلاص هتختاره. يبقى انت عشان تختاره لازم تختار على اساس سليم. ودي خطوه مهمه جدا. يا نهار ابيض، يعني البويضه الملكه دي انا هدخل جواها حيوان منوي واحد، مين اللي هيختاره؟ انت. انا. يبقى انا لازم اختار جدا. عشان كده انا استغرب والله يا دكتور ايمن، استغرب ايام زمان بقى في البدايات لما الاقي، عارف تاجر الشنطه؟ فاكر تاجر الشنطه اللي هو الدكتور بتاع معمل اطفال انابيب اللي بيعدي على المراكز؟ هو لسه موجود؟ في ناس لسه موجوده لحد دلوقتي، في ناس لسه موجوده شغالين بالطريقه دي، وفي مراكز طبعا الحمد لله مش كتير يعني شغالين بالطريقه ديت. تاجر الشنطه ده عاوز يلحق يخلص الحاله دي عشان عنده حاله تانية. انا شفت دكتور نسا وهو يدوبك بيسحب بيخلص اخر بويضه، كان تاجر الشنطه ده خلص حقن البويضات. لسه دكتور نسا بيخلص سحب اخر بويضه. يعني اقصد هما الاثنين بيغيروا هدومهم مع بعض وخارجين وسايبين المركز. يا نهار ابيض. طب بعد كده ايه اللي فين مهاره اختيار الحيوان المنوي؟ فين ده؟ انا بقول لك بس فين مهاره اختيار الحيوان المنوي؟ لا، ده فين الوقت اللي انت سبت فيه البويضات في الماده عشان خاطر يحصل حاجه اسمها ماتوريشن؟ وفين الوقت اللي انت قعدت تستخدمه او حاجه اسمها تقشير البويضه؟ وفين الوقت اللي انت قعدت تستخدمه عشان تنقي الحيوان المنوي؟ يا ماما الناس مستعجله. خلص وخلاص. بص بقى، يعني هي المساله هنطلع فاصل، هنطلع فاصل، بس قبل ما اطلع فاصل عايز اكد على نقطه مهمه جدا. شوفوا، في جمله كتير من الناس ما بتفهمهاش رغم بساطتها، اللي هي لا يصح الا الصحيح.
تمام. وعدم الضمير في العمل في النهايه عاقبته سيئه جدا. وكثير من الناس مش فاهمه ان الطب قائم على حاجه مهمه جدا اسمها السمعه. دي اتعلمناها في سنه اولى طب. ريبيتيشن اوف ذا دكتورز اللي هي سمعه الدكتور. السمعه دي معاك وانت طالب على فكره، يعني طالب الطب وهو كليه الطب بيبقى له سمعه. ده بيطلع من الاوائل، ده بيطلع من الاواخر، ده راجل مجتهد، ده راجل ذكي، ده راجل اجريسيف، ده راجل عنده سكيلز في ايده، ده راجل بيعرف يحل الغاز، ذكي في تعاملاته. فبدأ كل برانش له مهارات خاصه. عشان كده بقول دايما انه لا يظننا، حلوه لا يظننا دي، لا يظننا اي حد من الناس اللي بتكلفت الشغل بتاعها في المجال ده وبتكسب كتير ان ده هيفضل كتير. وده احنا شفناه في نماذج وغيبك جدا، شهره، شغل، عمل مفيش جوده. واحنا كأنا كواحد بتاع غدد بتوصل ان الشغل ده مفيش جوده، انا بتابع ايه اللي حصل بعد كده، ويو ديكلاين فيس على طول. في شغل فجاه الناس بدات تعرف، لانه المصري بطبيعته ذكي جدا فبيجي بلغ ان انا رحت هنا واستهبلوني وتعلمت. والحمد لله كان لنا دور كبير قوي وفتح كتير قوي من الممارسات غير صحيحه. بعد الفاصل نستكمل حوارنا. واضح ان النهارده يوم الضمير، فده مهم قوي. خليكم معانا، قيمه علميه كبيره. ضيف العزيز الاستاذ الدكتور هشام الشاعر ضيفي بعد الفاصل. حوارنا في علامات استفهام، ونحن ما زلنا مع الحيوان المنوي نتحدث حول علامات استفهام كثيره في اثناء الحقن المجاني. خليكم معانا، اوعوا تروحوا في حته ثانيه. اهلا بكم، اسمحوا لنا اريد الترحيب بضيف العزيز الاستاذ الدكتور هشام الشاعر. هنيا في الشاي. تسلم ايدك. الله يخليك. شاي برضه. انا الحقيقه انا فاضل فيه تركيز صغيره ولا خلاص احنا كده خلصنا؟ لا، احنا يعني قلنا فيما يخص علامات استفهام الحيوان المنوي. احنا هنتكلم بقى دلوقتي عن الرحم، علامات استفهام تخص الرحم في مجال الحقن المجهري. بس في سؤال بس. اتفضل. رغم بساطه اعطاء الكالسيوم، يعني لا يبدو لي ان كان المفروض انها فكره قديمه، دايما بتتكلم عنها على حديثه. تمام، يا فعلا طبعا هي فكره حديثه. لان فكره فصل الكالسيوم ووضعه في الهازي، فاكر كلمه الميديا اللي احنا قلناها في الحلقه اللي فاتت؟ الاوساط اللي احنا بنحط فيها البيضات والحاجات المنويه. فكره تحط الكالسيوم في الميديا ديت بجرعات معينه، والكالسيوم ده يخش جوه الحيوان المنوي، الحيوان المنوي يمتصه، يعني دي بتدي له قوه هائله جدا 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 على انه يخصب البيض. وحاجات ثانيه هنقولها ان شاء الله دلوقتي. الرحم بقى. الرحم، علامات استفهام تخص الرحم. ايه اسباب موجوده في الرحم ممكن تؤدي الى عدم نجاح الحقن المجهري؟ علامات استفهام. علامات استفهام احنا جاوبنا عليها قبل كده. فاكر الزوائد اللحميه والتصاقات داخل الرحم والحاجز الرحمي، وياما حالات كتير قوي كان في حاجز في الرحم وما اتشخصتش قبل اداء الحقن المجهري او اورام ليفيه، وكان دور المنظار الرحمي في تشخيص وعلاج هذه الاسباب كان دور رائع جدا في نجاح الحقن المجهري. وحتى لو عملنا منظار رحمي وطلع كويس ما فيهوش حاجه، الست طبيعيه تماما ما عندهاش اي مشكله، برضه هتستفيد من الحقن المجهري طالما احنا عملنا لها ما يسمى ب الاندوميتريال سكراتشنج. يعني سكراتشنج الخربشه او النخبشه. بالظبط كده، هتفيد جدا، هتجدد الدوره الدمويه، هتطلع حاجه اسمها جروث فاكتورز، يعني عوامل بناء بتخلي بطانه الرحم احسن واحسن. ده بتغير في حاجه اسمها الجين اكسبريشن. تخيل يا دكتور ايمن، بتغير في جينات او صفات الوراثيه بتاعه بطانه الرحم عشان خاطر بطانه الرحم تبقى النوع الاجود. الموضوع الجينات، الجينيتكس والابيجينيتكس، يعني علم الجينات ده شيء مهم جدا. علم الجينات ده انا عارفه. ايه اللي انت قلته ده؟ ايه اللي هو يعني في يعني ما بتمسكش بقول انا مش عارف ايه ده بقى. ده اللي اكتر من الجينات كمان، يعني الجينات المعقده جدا اللي هي البعيده خالص والصغيره والتافهه واللي هي في الكورنه اللي هناك ده ومحدش واخد باله منها، بس دي طلعت مهمه جدا. الابيجينيتكس دي. تمام. ده مجال جديد في علم تاخر الانجاب، وخصوصا علم اطفال انابيب والحقن المكاري. حلو قوي. طيب الرحم كويس مفيش اي مشكله خالص. طب بطنط الرحم بقى. علامات الاستفهام فيما تخص بطنط الرحم، علامات استفهام تخص سمك بطنط الرحم كانت كويسه ولا لا ساعه ما نقلنا الحقن المكاري.
ساعه من قلنا الاجنه، ساعه ما احنا بنعمل الحقن المجهري، الدمويه بتاعت بطانه الرحم الباسكولاريتي كانت كويسه ولا لا واحنا بننقل الاجنه واحنا بنعمل الحقن المجهري، استقبال بطانه الرحم للجنين استقباله، هل بطانه الرحم من النوع المستقبل للجنين ولا لا، لان في ساعات ستات طبيعه بطانه الرحم عندهم ما تستقبلش الجنين، وهنكشفها وهنكشفها زي ما احنا نقول دلوقتي ايه الحاجات الجديده في مجال الحقن المجهري اللي اضافت كتير جدا جدا لنجاح الحقن المجهري. او ان الماده اللي مسؤوله عن تجهيز بطانه الرحم ما كانتش واصله بالقدر الكافي، الماده الربانيه ماده ربنا خلقها عشان تجهز بطانه الرحم انها تستقبل الجنين. مش هقول بقى اللي هي ال حاجه اسمها الانتجرينز، ده بكلم حاجه اسمها بروجستيرون، بروجستيرون ده هرمون طبيعي بيفرز من المبيض عشان يوصل بروجستيرون. برو يعني ماجستيرون يعني جستيشن، الحمل يعني حاجه تساعد الحمل، هرمون بتاع الحمل بالظبط خارج من المبيض عشان يروح لبطانه الرحم يجهزها انها تستقبل الجنين. الهرمون ده لو واصل بكميه قليله او لو واصل بكميه كبيره، تخيل يعني بطانه الرحم دي لو كانت مجهزه تجهيز قليل مش هتنفع اكيد، حتى لو كانت مجهزه تجهيز زياده تخيل برضو مش هتبقى قادره انها تستقبل الجنين. فعشان كده بنقول علامات استفهام حوالين بطانه الرحم، كشف رموز هذه العلامات هو المتابعه الدقيقه لبطانه الرحم والتاكد ان السمك وصل للسمك المثالي اللي انا عاوزه، والتاكد من الدمويه الباسكولاريتي يتعمل لها دوبلر عشان اشوف كميه الدم اللي ماشيه في بطانه الرحم عامله ايه، وتعمل لها تحليل هنتكلم عليه دلوقتي اللي هو اشوف مستقبلات بطانه الرحم للجنين والهرمون اللي احنا حكينا عليه. انا لو كان الهرمون ده ما وصلش للدرجه المثاليه حتى لو كان عالي انا ما كملش الحقن المجهري، بمعنى انا سحبت لها البيضات واكتشفت بعد ما سحبت البيضات لما استنيت نتيجه التحليل ان الهرمون البروجستيرون ده كان نسبته عاليه، ما نقلش الجنين، لان لو نقلته يبقى انا كاني بالظبط بالظبط عامل زي اللي بيلعب باسكت مثلا او جولف ورمى الكوره بعد الحفره، انا عاوز اوصل الكوره للحفره لا قبلها ولا بعدها، عاوز احط الجنين في الوقت بالظبط كده، احط الجنين في الوقت المناسب لبطانه الرحم عشان تستقبل الجنين ده. يبقى علامات استفهام فكناها بخصوص بطانه الرحم، فكينا الرموز وغموض البويضة والحيوان المنوي والجنين قبلهم والرحم، لكن ما زالت هناك حالات تفشل للحقن المجهري رغم ان كل ما سبق كان سليم. عارف ليه؟ عشان جسم الزوجة ما كانش مهيئ ان يستقبل الجنين ده. عندها ما يسمى به الخلل المناعي، فاكر الانتيبادز والقصة بتاعت امراض البطنة كتير، انتي فوسفوليبيد انتي بادس سندروم، انتي بادس بانواعها. دي كانت سؤال ما يعرفش المفروض الانتي فوسفوليبيد سندروم دي من اسمها ده فولس فيمس نيم على فكرة، اسمها تمام يوحي بان الانسان هينزف، لكن لما بتتوجد ده الانسان بيحصل له جلطات بالظبط كده. يعني ده يعني دايما كنت انا اقول للناس الاسم ده معناه ايه لما تيجي ترجمه حرفيا، يقول الانسان ينزف، طب ده بينزف؟ لا ده بيكون جلطات. تمام مظبوط كده. فعشان كده الست دي عندها واحد من الاجسام المضاده اللي ممكن زي ما حضرتك تفضلت وقلت كده، واحد من الاجسام المضاده تروح تعمل تجلطات في الشعيرات الدمويه الصغيره اللي بتوصل الدم للرحم، وبالتالي الجنين ما يثبتش بعد ما نزرعه. عملنا لها التحاليل دي وتاكدنا ان ما عندهاش، ولا لازم نستنى ان يحصل فشل للحقن المجهري مره واثنين وثلاثه وبعد كده ندور على الحاجات دي ونعالجها؟ اتاكدنا ان ما عندهاش ما يسمى بالنيتشرال كيلر سيلز، خلايا اكوله ربنا خلقها عشان تقتل الجراثيم الميكروبات اي عدوى من بره، بس هناك من اجسام السيدات من نيتشرال كيلر سيلز دي او الخلايا الاكوله بيبقى نسبتها عاليه لدرجه ان هي بتاكل الجنين شخصيا، بيبقى كل حاجه عندها مثاليه، بويضه ورحم وحيوان منوي كله سليم وجنين سليم وبطانه رحم سمكا ودما وكل شيء كل شيء سليم، لكن للاسف عندها حاجه بسيطه كده بوظت لها الدنيا خالص اسمها الخلايا الاكوله. هل عرفنا وده علامه الاستفهام، هل عرفنا ان ما عندهاش الخلايا دي ولا عندها وبالتالي الحقن المجهري هيفشل؟ يبقى احنا بنتكلم عن علامات استفهام تخص الرحم
كجزء او كموضع مكان نحط فيه الجنين، وككل اقصد بيه جسم الزوجة اللي هيتحط فيها الجنين دوت. هل كل الناس بعمل لها كل هذه الانواع من اكيد الفحوصات؟ اكيد لازم. اكيد لازم لازم. ما هو انا بالبلدي بالبلدي عشان تبقى الدنيا قريبة شوية، مش عشان شوية ملح ابوظ الطبخة. يعني مش عشان مثلا زيادة بسيطة في بالزبط. الاستعداد او التكلفة ابوظ التكلفة الاكبر اللي هي تكلفة حقنا مكاري نفسه. بالظبط كده. طيب جات لنا حالة كثيرة علامات الاستفهام، بمعنى كل حاجة فيها كويسة، غموض البويضة، مفيش غموض، مفيش مشكلة بالنسبة للحيوان المنوي لا الرحم ولا الجهاز المناعي ولا الجسم ككل. عاوزين نزود من نجاح الحقن المجهري في هذه السيدة. ما هي علامات الاستفهام في سبيل محاولة إنجاح الحقن المجهري اللي هتعمله الست ديت؟ وانا بتفرج على فيلم اسمه الليمبي 8 جيجا، تمام، في مشهد في الليمبي 8 جيجا كده الدكتور بتاع النساء قعد مع الزوجين وقال لهم الجمله الاتيه في مشهد. قال للزوج انت كويسه جدا جدا وممكن تخلفي، وانت كويس قوي 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 ممكن تخلف، لكن انتوا الاثنين مش هتخلفوا من بعض. ده الكلام ده واقع علميا؟ الكلام ده واقع علميا. الكلام ده واقع علميا. موضوع الجينيتكس والإبي جينيتكس اللي احنا بنتكلم عليها الجينات وما فوق الجينات، ده موضوع او نقط مهمة جدا تفسر اللغز اللي حضرتك بتتكلم عليه ده. وهو ده مجال جديد، مجال جديد فيما يسمى به الفحص الوراثي، مش للحيوان المنوي زي ما قلنا، الفحص الوراثي للجنين، الفحص الوراثي للبويضة. هو احنا ممكن نفحص البويضة وراثيا؟ لا مش شكليا بقى، مش شكليا يا دكتور ايمن، لا وراثيا، عاوزين نعرف الماده الوراثيه بتاعتها سليم. هنفحص البويضه، يعني هناخد منها حته، هناخد منها حته كده على جنب مش مهمه خالص 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 في تكوين البويضه، لكنها هتضيف الى او هتديني معرفه ان الماده الوراثيه بتاعت البويضه دي سليمه ولا لا. فهنشوف فيديو مع بعض ازاي ان احنا بنفحص البويضه وراثيا. سلكت زرايت بوزيشن، يعني المكان المناسب اللي انا هحط احط فيه البويضه عشان خاطر ان انا اخش بالابره. دي بويضه على فكره، ده مش جنين، ده بويضه. تمام، وشايف ان في حاجه جسم كده موجود عند الساعه 12 تقريبا، واخد بالك؟ ده بيفكرني دايما بعنق الرحم، معرفش. تمام، بقى عند الساعه، بقى عند الساعه واحده كده. تمام، لا انا بتكلم على اللي ماسك. اللي ماسك، ده الهولدنج. دي الابره الهولدنج اللي هي بتمسك البويضه. بيفكرك بعنق الرحم؟ بيفكرني بعنق الرحم فعلا. وبعدين احنا بنعمل على فكره دلوقتي، بس مش عارف هو باين للساده مش هيجيبه ولا لا، خرم في الجدار بتاع البويضه او في القشره بتاعه البويضه عشان نقدر نوصل لما يسمى بالبولر بودي، اللي هو دايره موجوده عند الساعه واحدة. شايف داخل انا عند الجسم موجود عند الساعه واحدة. في جسم كده موجود اهو. ده هو ده اسمه البولر بودي. بعمل انا ايه بقى دلوقتي؟ انا بسحب البولر بودي ده من البويضه. بس كده البويضة هتبوظ خالص، انا ما جيتش جنب البويضة خالص نهائيا، خلاص كده البويضة في امان وسلام، ما فيش فيها اي مشكلة خالص، عادي ما تتأثرش، يعني الواد ما يطلعش عنده مشكلة نهائيا نهائيا. اصل ده السؤال على طول، لا انت بتعمل اي حاجه يقول لك الواد، في ناس كتير كان عندها اعتقاد ان جنه الحقن المجهري ديت، حتى لو الواد بقى شاي شويه تلاقي الاب بيقول لك اصل ده كان حقن مجهري. تمام، هم ليه مستمرين؟ خلاص احنا يعني سمعتها التقنيه والمهاره في اداء الاختبار ده ليها دور مهم جدا جدا. وايام زمان، ايام زمان اللي احنا بنتكلم من 5 سنين او من 6 سنين، كان الدكتور عشان ياخد العينه دي كان بيخش في الابره، يخش في الابره يقعد يكسر في القشره، يكسر في القشره، تمام، زي ما يكون جايب كده اجنه وشاكوش وعمال يكسر في حيطه. طبعا ده كلام ده ميكروسكوبي. تمام، ده كلام ده ميكروسكوبي، لكن الجديد اتطور، العلم اتطور وبقى فيه الجديد، وبقى فيه ما يسمى بالتقشير بالليزر. يبقى انا عشان اقشر البويضه او عشان اعمل ثقب في الجدار بتاع البويضه عشان اخش اجيب عينه بتاعه البولر بادي دي، او عشان اعمل ثقب في قشره الجنين، تمام، بقى فيه الاستخدام الاروع الا وهو الليزر. بالليزر هنقدر نعمل ثقب او خرم في قشره الجنين عشان ناخد عينه. على فكره الفيديو ده احنا بناخد عينه مش من الجنين، احنا بناخد عينه منين يا دكتور ايمن؟ من البولر بادي. ده انا عاوز اقول لك، لا ده الواد ده في اكتر من كده، احنا بناخد عينه من الجنين، وكان ليه فيديو احنا شفناه قبل كده في حلقات تانية ما رضيناش ان احنا نجيبه، بس انا عاوز نشوف في فيديو
الليزر ودوره ان هو يعمل خروم في القشرة بتاعت الجنين. تعال نشوف الفيديو دوت. الليزر بتاعك انت بتاع النساء. بتاع النساء. مش عشان بس الناس لو ليزر الاخضر بتاع الماتشات ده لا غير كده. وفي ليزر الجلد وفي ليزر حاجات مثلا يعني ده ليزر خاص بالظبط كده. بص يعني في دايرة او حلقة حمراء كده. الجنين اللي هو واخد الجزء اليمين من الصورة في ليه قشرة. في شايف عمالة القشرة تتضرب عليها ليزر وعمالة تبقى رفيعة. لاحظ ان في خرم موجود في القشرة بتاعت الجنين. خدت بالك؟ ايوه. في اهو شايف أهو. في ليزر اتضرب. انا حتى ممكن شايف اهو بقى في خرم هو موجود في القشرة بتاعت الجنين. صح. انا ممكن حتى يعني نعيد الفيديو ده تاني سنة كده. في اللحظة. يا سلام يا سلام. ده حاجة ولا حرب الفضاء. بالظبط. هو فعلا كده. يعني ده فعلا كده. كأن الطيارات مثلا وده ليزر متوجع على طيارة بالرادار وراح ضارب الطيارة. ضرب الحتة دي. بالظبط كده. ده الفيديو تاني بتاع التاني. وبدخل على الحتة اللي هتفتح لي. هي بتفتح لي الايه بقى للحيوان ما يدخل. لا 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 خلاص ده جنين يا دكتور ايمن. ده جنين اسف. ده جنين خلاص ده خلايا ده جنين. تمام تمام. ايوه انا بعمل خروم في القشره بتاعه الجنين. بساعد الجنين على حاجه مهمه جدا هيعملها بعد ما هنزرعه في الرحم. الانغماس. الانغماس الامبلانتيشن. بالظبط كده. يبقى كده اهو معجب جدا انا قوي بالليزر ده حبيبي قوي. الليزر ده مهم. دوره كبير كده جدا. شايف احنا عملنا ايه؟ عملنا خرم في القشره بتاعت الجنين. طيب لما نعمل قشره في خرم ايه يعني؟ ما تتخرم قشره الجنين. ده حتى ده ممكن تبقى ضعيفه يعني. لا ده هدف. هدف ليه؟ عارف الكتكوت بيخرج من البيضه. الجنين بقى عامل كده بالظبط لما يخش الرحم. برضه بيخرج من القشره بتاعته عشان ينغمس ويتزرع في بطانه الرحم. فاكر الفكره دي؟ فاهم الفكره دي. بس في سؤال هنا. السؤال بسيط خالص بيقول ايه؟ هو الجنين اللي ما عندوش قدره ان هو يغمس نفسه هيبقى عنده قدره بعد كده ان هو ينمو؟ تمام. هو طبعا بتفرق كل خطوه سواء انغماس او الانقسام. كل خطوه ليها تفاعلات معينه مسؤول عنها انزيمات معينه يتحكم فيها مواد وراثيه معينه. تمام. فعشان كده احنا بنقول ان وجود الليزر ده عامل مهم جدا جدا جدا. وجود مستقبلات الجنين مواد اسمها انتجرينز موجوده في بطانه الرحم نقدر نعرفها ونحللها. ومفيش حاجه اسمها حصري كله عند الطبيب المصري. تمام. عشان بس ايه انتجرينز افتكر الجمله دي. انتجرينز انا مش موجوده في حته معينه بس مفيش حاجه اسمها حصري. كله ايه عند الدكتور المصري. عند الدكتور المصري. انت روقت التلفزيون. التلفزيونات الهامه جدا هي القاهره والناس طبعا اكيد احد اهم الفضائيات المصري اكيد. نورت الدكتور هشام. الله يخليك. بعد الفاصل طبعا بدعوك ان انت تكمل معانا يعني بس هتكمل معانا من مقاعد المشاهدين. الدكتور محمد ابو زيد هيكون معانا ان شاء الله. كل الشكر لتقدير ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور هشام الشاعر استاذ امراض النساء والحقن المجهري والعقم بكليه الطب القصر العيني جامعه القاهره استشاري جراحات المناظير واطفال الانابيب والحقن المجهري عضو الجمعيه الاوروبيه لعلاج تاخر الانجاب واستشاري علاج العقم بالخلايا الجذعيه الاسم الرائع الشهير. نورت الدكتور هشام. دكتور هشام النهارده يعني علمني حاجه جديد. ايبيجينيتكس. ايه الايبيجينيتكس دي؟ هفهمها منه تاني المره الجايه تاني. هنتكلم عنها مره لان انا عايز افهم المشهد بتاع الليمب 8 جيجا. يعني ايه راجل بيخلف لوحده كويس وست تخلف لوحدها كويس وما ما يتجوزوا ما يخلفوش كويس؟ سبحان الله صدق من قال ارواح جنود مجنده فعلا فما تلقى منها تلف وما تخالف منها اختلف او ما تعارض منها اختلف. فعلا معنى مهم للغايه حتى في العلم. خليكم معانا ما تروحوش في حته ثانيه. تباني البنات اللي عايزين يكونوا اجمل البنات دلوقتي تقدري تحلمي واحنا نحقق الحلم.
عندك مشكلة في تنسيق القوام؟ عايزة تتخلصي من ترهلات الحمل والرضاعة؟ عندك مشكلة في الأنف؟ عايزة علاج للتجاعيد؟ عندك مشكلة في ترهلات الوجه والرقبة؟ كل ده ما بقاش في الأحلام، إحنا هنساعدك وهنخليه واقع. مع مسابقة فينوس للجمال تقدري تحققي كل اللي بتتمنيه. في مسابقة فينوس للجمال وإنتي معانا هتكوني أجمل. اهلا بك، اهلا بك وبكم طبعا، يعني مسابقه فينوس طبعا تغري على تفكيري فانا قلت اهلا بك. هي فعلا الكلام اكتر للبنات لكن برضو الرجاله داخله في المسابقه. ما تنسوش مسابقه فينوس للجمال ممكن تخليكي اجمل الجميلات، فعلا مسابقه مهمه جدا وبداناها يمكن من النهارده، البدايه الفعليه اللي بدينا المره اللي فاتت بس النهارده خلاص اعلان رسمي لهذه البدايه. لكن الجمال افكار والجمال كونسبت وفي افكار مغلوطه احيانا بتكون موجوده في دماغ كثير من الناس، الافكار ديت ممكن تخليهم يمشوا في طرق غلط وهما بيفكروا يعملوا تجميل، والطرق الغلط ده ممكن تنتج عنها نتائج غلط، فاحنا النهارده جايين عشان نصلح هذه المفاهيم الخاطئه. طب ما تيجي نشوف مع بعض ممكن يحصل ايه لو بطريق كان غلط، تعالوا نشوف مع بعض. دكتور انت كنت شغال حرام ولا لا؟ احنا مش فاهم ايه الكشاف اللي في ايدك ده. شت اسكت اسكت حرام ايه، سيبنا شوف شغلك. اتفضل حضرتك شوف شغلك وفك لنا بقى الرباط الضاغط ده ولا مش عارف تفكه، اجيب لك حضرتك تفاشه. تفاشه ايه وحرام ايه يا جدع، اسكت انت جاهل. جاهل جاهل بس خلصت عشان بص اتخنقت من العمليه دي وعايز اخد حماتي واروح. ها ايه الاخبار يا دكتور؟ الاخبار زي الفل زي الفل. ها زي الفل زي الفل ولا ايه بالشعرتين اللي على دماغك دول؟ كله زي الفل بس انا دي واحده بس هروح اجيب شويه كريمات كده عشان اطيب مكان المرمات يعني. مالي مالي انا ومالي الشغل الصيني مالي. طب ما تيجي يا حماتي كده فرجينا. انا اسف يعني حضرتك في واحده اللي هي حماتك اللي دخلت جوه من شويه، يعني حضرتك ما شفتهاش ولا ايه؟ مالك يا عادل في ايه؟ انا مجيده. مين مجيده؟ مين؟ اوه جامي يا عادل كسكليا. كسكليا هو ده يعني؟ اه بس حماتي عملته في حماتي عملته فيها ايه؟ انت عزفت يا دكتور. حولوها لصيني، طبعا دي مشكلة جامدة جدا، مفاهيم الغلط هنصححها النهارده، وطبعا يعني احنا ما عندناش أحسن من القيمة العلمية الكبيرة والاسم المتميز واليد الماهرة في عالم جراحات التجميل القادر على إنه يفهمكم إيه هو الصح وإيه هو النصب، إيه هو المفهوم الصح وإيه هو المفهوم الغلط، وإيه هو دكتور التجميل المهاري المتميز الأكاديمي و الاخ الصيني اللي احنا شفناه مع اكثر الصينيين دلوقتي موجودين. مش قصدي طبعا يعني عيب في الصين، يعني ده تعبير مصري التقليد يعني. طبعا الخبره العلميه الكبيره والاسم المتميز الاستاذ الدكتور محمد ابو زيد استشاري جراحات التجميل بكليه الطب جامعه القاهره وعضو الكليه الملكيه للجراحين انجلترا ورئيس الجمعيه المصريه لصحه المراه فينوس، الاسم الكبير مصريا وعربيا وايضا اسم عالمي كبير. اهلا بك دكتور. اهلا بك. في التجميل في الصحه وفي الاداء المهاري وفي عباقرة واساطير جراحات التجميل في الوطن العربي واحنا بنصيف واحد منهم النهارده، وفي الناس اللي هو بيطلعوا صيني حاجه كده وشوفنا نموذج له، وهنا المفاهيم العنوان ايه الاول؟ اشرح لي عنوان الحلقه عشان ندخل في المضمون. هو المفاهيم الصحيحه والخاطئه. يعني في ناس كتير قوي بتتكلم عن التجميل من واقع موروثات قديمه، معلومات يعني انتهت من الزمن، معلومات جايبها من واحده صاحبتها، جايبها من حد في الكوافير، يعني معلومات مغلوطه او مش سليمه او مش صحيحه. وفي نفس الوقت في معلومات عند الناس مفاهيم صحيحه سليمه لازم ناكد عليها، ولازم ناكد على انه الخوف منها مهم جدا للتاكد، وان احنا ما بنروحش للدكتور عشان بس يطمننا، علشان لنا الواقع بامانه. علشان زي ما بنقول ان مثلا هيحصل هنا تورم وزرقان لفتره ما هيروح بعد كده، مش لازم نخلي الدنيا كلها وردي وجميله، وده هنفهمه مع بعض من خلال المواضيع المختلفه اللي هنتطرق ليها، ازاي الناس بتكون عندها فكر معين عشان
تحدث عملية الرضا بنتيجة جراحة التجميل لابد أن يكون هناك ترمومتر بيقيس حاجتين، بيقيس التوقعات والرغبات والإمكانيات على أرض الواقع. لازم يحدث هذا البالانس أو هذا الاتزان ما بين الطرفي المعادلة أو الشركاء العملية الجراحية اللي هم المريض والطبيب. عظيم جدا. طب أنا هبدأ من فوق لتحت، هبدأ الأول بس بالشعر. الشعر فيه على فكرة مفاهيم خاطئة كتيرة جدا، بس أسباب سقوط الشعر برضو فيه اعتقادات خاطئة تخص سقوط الشعر. الحقيقة أنه يعني بمنتهى البساطة هناك عوامل وراثية وعوامل بيئية وتصرفات سيئة. العوامل الوراثية معروف أن الصلع ممكن يكون وراثي، وتساقط الشعر بشكل كثيف ممكن يكون وراثي، بينتقل عن طريق الجينات وبيصيب أعلى الرأس علشان خاطر ده في استجابة لهرمون الذكورة، وبالتالي قلنا ان احنا لما بنزرع الشعر من مؤخرة الرأس لمقدمته هنا احنا ما بيبقاش عندنا مستقبلات هرمون الذكورة في هذه البصيلات المزروعة، وبالتالي لا تحدث عملية الايه السقوط. الاسباب الوراثية قلناها، الاسباب البيئية ان انا في بيئة فيها شديدة الحرارة شديدة الرطوبة، بيئة المية بتاعتها مش كويسة زي اماكن كتيرة جدا تحديدا حوالين البحر الاحمر سواء في منطقة الخليج العربي ومنطقة الجزء المصري الشرقي او الساحل الشرقي لمصر. نسبة الاملاح في المية هنا بتبقى مش مناسبة لنمو الشعر. تلاقي حد يقول لك انا كنت كويس جدا بس رحت اشتغلت مدرب غطس في الغردقة او فتحت مطعم في شرم الشيخ فحصل عندي سقوط شعر بشكل شديد جدا. فدي حاجة سادة المشاهدين اللي شغالين في الاماكن دي بيلحظوها يعني. العادات السيئة، العادات السيئة أهمها على الإطلاق التغذية. أنا شعري ما بياخدش فيتامينات وأملاح ومعادن من الخضار والفاكهة والسلطة هيوصل لإيه؟ هفضل ماشي على دواء على طول؟ ما ينفعش. يبقى لازم أنا أوفر مستوى معين في الدم من هذه الأشياء الهامة حتى يحدث النمو الطبيعي للشعر بشكل جيد. دول الثلاث أسباب. العادات الغذائية مش بس هي الحاجات الخاطئة، أضف إلى ذلك الكيراتين. وأنا بقول دلوقتي إيه يا جماعة، مفيش كيراتين في الدنيا مفيهوش فورمالدهايد. أنا رحت بنفسي لكل الأماكن. الفورمالدهايد دي مادة حافظة، يعني مادة حافظة حارقة كاوية بتحفظ الحاجة في الأول تديها شكل بيلمع وجميل ومفروض ثم تنتهي بتدمير هذا الموضوع. وبلاش نقرأ الموضوع من على البوكس أو الأماكن اللي هي الستات بتقعد تكلم بعضها فيها. يا ريت نقرأ الكلام من أماكن علمية. كيراتين في كل الدول العالم اللي انا رحتها موجود فيه فورمالدهايد، علشان بس الواحد ينقل الموضوع بامان. بعض الناس تهرب من الكلمه الكيراتين ببروتين الشعر. في حاجات اقل ضررا ولكن لازم نقلل المعدل بتاعها زي الفرد والصبغه والسشوار. الحاجات دي بنضطر ليها في وقت كتير بس ما تبقاش عادات يوميه مع كل شاور بناخده او مع كل غسيل للشعر. ده بيؤثر على المدى البعيد من حرمان الشعره من التنفس بشكل جيد والحصول على غذائها بشكل كافي. طيب ده بالنسبه للاسباب والمعتقدات برضو المختصه بالكيراتين ووضع الاشياء على الشعر. ايه الغلط او المعتقد الغلط في موضوع زراعه الشعر نفسه؟ المفهوم التشخيصي بقى، يعني ان هو المريض جاي لك وجايب لك الحل في ايده، احنا عايزين نزرع، اللي هو يعني ايه بيعمل اوردر يعني. انت فاهم قصدي؟ ده في كل الطب دايما احب ان احنا نسمع الشكوى ويقف كلام المريض عند الشكوى. ويمكن حضرتك تفتكر واحنا درسنا وبندرس بنقول ان احنا بناخد الكومبلينت باي بيشنت هيز اون ووردز، يعني بكلمات المريض. مفيش ميديكال تيرم. نو ميديكال تيرم. مفيش تعبيرات طبيه حتى في الشكوى. بالظبط في الشكوى كده. انما ان المريض يتخطى الشكوى الى الحل ده لازم يسبقه مرحله الفحص او الكشف الطبي ثم النقاش العلمي وتوضيح الامور. بمعنى ان انا بيجي لي في الاخر هم ثلاث حاجات، يا اما سقوط شعر بسيط بيتم علاجه منزليا
يا اما سقوط شعر شديد بيتم علاجه منزليا زائد طبيب امراض الجلديه اللي موجود عندي في العياده بيقوم باضافه الفيتامينات والاملاح والمعادن مع الخلايا الجذعيه الصناعيه مش الطبيعيه في جلسات معينه، او انه يضيف ليها البلازما في بعض الحالات حسب ما بيكون في بروتوكول العمل داخل العيادة. طب احنا وصلنا الى مرحلة ما فيهاش بصيلات، البصيلات تليفت، اصبحت فروة الراس تشبه الجبهة، ما فيش بصيلات. زي ما هنشوف مع بعض الفرق ما بين حد عنده سقوط شعر وعنده صلع، والصلع هنا ما فيش بصيلات، انا خلاص مضطر ان انا اقوم بعملية زراعة الشعر اللي كنا بنعملها قبل كده بطريقة الشريحة اللي بناخدها نقطعها تحت الميكروسكوب وننقلها مقدمة الراس، ثم تحولنا الى طريقة الاقتطاف اللي هي بناخد بصيلة بصيلة من مؤخرة الراس الى مقدمتها حسب الكمية اللي محتاجينها. زي ما احنا شايفين دي بصيلات الشعر اللي بنحصل عليها بطريقة الاقتطاف، وبيتم زرعها في مقدمة الراس بهذه الطريقة اللي احنا شايفينها برضو. ويعني العلم دايما في التقدم وفي تطور، لدرجة ان دلوقتي بقى فيه حتى في زراعة الشعر نو تاتش تكنيك، يعني بقى حضرتك بتقعد على كرسي بقى في حاجه اسمها روبوتك هير ترانسبلانتيشن، بقى بالروبوت روبوتك هير ترانسبلانتيشن، انت نقل الشعر باستخدام الروبوتك الالكتروني، حتى بيختار البصيله السليمه وبيشيلها وبيقوم بنقلها بشكل قدام بناء على توجيهات الطبيب، بيدخلها على الجهاز الكمبيوتر على وشاشه قدام المريض بيشوف الخطوات فيها، وشاشه ثانيه بتبين الشكل المستمر لمؤخره ومقدمه الراس اثناء عمليه الزراعه. فدايما في جديد ودايما في تطور في الامور، واحنا لا نتحدث عن شيء الا بعد امتلاكه. لا نتحدث عن شيء إلا بعد امتلاكه. هذا كلام الحديث عن التقنية ده شيء جميل جدا، ولكن لا داعي أن أنا أقول أنا عندي جهاز الفلاني وعندي الفلاني وعندي كذا وكذا وكذا. إذا كنت لا تمتلك هذه التكنولوجيا فتتحدث عنها. ومنا نقول الناس إذا سمعت عما هو أحدث فهناك ما هو أحدث وأحدث وأحدث. وإحنا جبنا المطور بنفسنا هنا المرة اللي فاتت ورينا إزاي بيشتغل وإزاي بناخد بيه الشعراية وإزاي القطر بتاعه 8/10 ملي، وكان في حلقة منفردة عن الشعر. آه بالظبط كده. طبعًا التجاعيد من الحاجات اللي عليها برضو نوع من اللخبطة، وكتير من الناس بتسلم وشها بتجاعيده الى ايد هي مش واثقه فيها او مش تحرت فيها الدقه، ومتهيئ لناس كتير جدا ان البوتوكس والفيلر ديت بروسيدرز سهله ولا عواقب لها، وبعد كده بندموا اشد الندم وبنشوف حالات بوتوكس وفيلر للاسف اللي عندهم مشاكل منها ما بيتكلموش عنها غير في حدود ضيقه جدا، لانهم بيجدوا حرج في انهم يحكوا تجاربهم المأساويه فيها. هي دي حاجه بنشوفها بشكل يومي، لانه الاستسهال بقى هو لغه العصر. البحث عن مكسب مادي مع قلة الخبرة والتدريب وعدم وجود الدرجة الكافية من العلم والتخصص، هو ده بيؤدي إلى مشاكل كتير جدا في جميع المجالات والتخصصات وأشهرها التجميل، لأنه مجال بيجتذب الكثير من هواة الشهرة وهواة المكسب المادي السريع. انا قلت كوتيشن كده قريب، معرفش انت قلتها قريتها ولا لا، قلت انه ده سكسسفول بلاستيك سيرجن، انا اقوله حضرتك حتى ترجم للناس، الجراح التجميل الناجح شود بي ويل تريند ساينتفك سكيلفول هاف ايثكس، ينبغي ان يمتلك ويتعلم ويتدرب على المهارات والاسكس المبادئ والعلميه والشكل العلمي الاداء العلمي، تو بي ا سكسسفول بلاستيك سيرجن، لكي تكون جراح تجميل جيد ناجح. نوت ا بلاستيك باج، عشان ما تبقاش كيس زباله يعني. كولكتنج ماني اند ثرون ان ا بلاستيك باكيت اوف رابش، يعني عشان ما ترميش اللي انت بترميه هتلمه، ولا انت هتلمه كمان هترميه في حتت لا، وانت كمان خلاص تحولت كيس، يعني كيس كيس بلاستيك. الاخلاق المهنيه، العلم، التدريب المستمر
ده حاجة مهمة جدا. وان انت يبقى عندك المهارة، والمهارة هتأتي بكل هذه المكونات. نيجي للوجه، لازم نبقى فاهمين ان هناك مفهوم أرسناه مع بعض في برنامج الدكتور، وان الشكل الخارجي لأي شيء من جسم الإنسان يعتمد على ما بالداخل وما بالخارج. ما بالداخل هو محتوى دهني وعضلات، وما بالخارج زي ما احنا شايفين هو غلاف جلدي. هذا الغلاف الجلدي تصيبه التجاعيد او تصيبه الترهلات في مراحل مبكرة، تصيبه التجاعيد زي التجاعيد العرضية في الجبهة اللي شايفينها في رقم واحد ديت، والتجاعيد الخطوط الطولية بين الحاجبين والخطوط الخارجية عند زاوية العين من الخارج. التلات حاجات دول بيتحلوا بيه البوتوكس اللي هو مادة بتعمل ارتخاء مؤقت للعضلات، و تتفرد هذه التجاعيد لمدة من 6 لـ9 شهور، وانا انصح المرضى بابتكارها كل سنة مش كل، حتى تنتهي اثار المادة تماما. ثم تأتي تجاعيد ما حول الفم، سواء حول الشفة العليا اللي هي السمايل لاينز، او حول الشفة السفلى اللي هما الماريونيت لاينز، او ان يجي في ضمور في حجم الخد نفسه، او يجي في حفرة ما بين الزاوية الداخلية من العين والانف اللي بنسميها التير تراف. كل هذه الاشياء يمكن حقنها بمادة مالئة. هذه المادة او الفيلر او الحشوة قد تكون مادة خارجية اسمها فيلر بتتحقن بحقنة، وعندنا في منهم نوعين، في نوع بيقعد سنة ونوع بيقعد سنة ونص. او ان انا احط حاجة بيولوجية طبيعية من الجسم وهي الدهون، ومن الامن جدا اضافة الخلايا الجذعية ليها حتى انها ممكن تعيش لمدة 4 أو 5 سنين بشكل مرضي جدا. عظيم. الامور زادت عن حدها، الجاذبية اشتغلت، الوزن اختلف، حصل السقوط، حصل الترهل، حصل حصل حصل، يبقى هنا دخلنا في مشاكل في الغلاف الجلدي. دي صورة لحقن الدهون، اجراء بسيط جدا بمخدر موضعي، ازاي بيقفل الخطوط اللي موجودة حول الفم وبيملى الخد بشكل جيد، وكمان ممكن يصلح من الحفر او التجاعيد البسيطة اللي موجودة اسفل منطقة العين. منطقة الجفون، الجبهة، منتصف الوجه، اسفل الوجه والرقبة، الامور تفاقمت، الجاذبية اشتغلت، الوزن اختلف، الكولاجين والإلاستين قلوا. يبدأ هنا يحصل اتساع في الغلاف الجلدي وضمور في المحتوى الدهني، يبدأ يحدث ما يسمى بالترهل زي ما هنشوفه في الفيديو الجاي مع بعض. ازاي الاربع مناطق دول بيحدث فيهم هذه التغيرات وكيفية التعامل معها. يبقى كلمة تجاعيد معناها حقنة، بوتوكس او فيلر على حسب هي تجاعيد ديناميكية او تجاعيد استاتيكية. تجاعيد حركية اثناء تعبيرات الوش او تجاعيد ثابتة كده في حفر، اسمها ثابتة، وانا قاعد في حفر وفي خطوط وفي خد ضامر وفي حاجات ناقصة، دي احقنها فيلر. والفيلر ده معناه حشوة، ما هوش اسم مادة، ده مش منتج يعني. اما احط بقى حقنة خارجية او دهون من الجسم. ننتقل الى الاتساع والغلاف الجلدي، ترهل حلها شد. ترهلت الجبهة فبنعمل شد للجبهة ورفع الحاجب. ترهلت الجفون يبقى بنعمل شد للجفون. ترهل منتصف الوجه يتعمل شد لمنتصف الوجه. ترهل من اسفل الوجه والرقبة فبنعمل شد لاسفل الوجه والرقبة، كما يتضح بهذه المناطق. وكما ذكرنا سابقا في حلقات منفصلة، دول الاربع اجزاء اللي بتعامل معاهم في الوجه، وتعامل مع الخطوط العميقة في الجبهة، الكسرة اللي في الحاجب العلوي، الانتفاخ والجيوب الدهنية اللي في الحاجب السفلي، سقوط زاوية العين الخارجية، سقوط الخد وبروز العظمة بتاعت الخد نفسه، وعمق الخط اللي موجود ما بين الشفة العليا والخد، ثم سقوط منطقة الجلد على منطقة الدقن اللي هي بنسميها الجاول، ثم ترهل منطقة الايه الرقبة بشكل واضح جدا يستدعي التدخل لعمل شد لهذه المناطق. وقلنا ان احنا بنميل للمينيمالي انفيزيف بروسيدجرز او الاجراءات التدخلية البسيطة اللي بتديني نتائج كويسة، وهي بدون جروح كبيرة، علشان خاطر يبقى سرعة الاستشفاء عالية وناخد نتائج لفترات طويلة، وتصغر الست 10 سنين بالظبط كده على الاقل، وتقعد صغيرة 10 سنين. وتقعد صغيرة 10 سنين عشان دي اجابة اجابة على سؤال مهم جدا. طيب هنا هروح لي، قبل ما اروح للانف عايز اقف شوية عند الوجه في حاجتين. ايه اللي انت شايفه في السوق في الماركت، سواء مثلا في التعامل مع انواع معينة ومنتجات معينة من الفيلر ومنتجات معينة من البوتوكس ممكن يدمر وشوش الناس؟ انا عندي مصيبتين في السوق.
واخد بال حضرتك يعني ايه مصيبه انه مرضى بشكل مزمن بيطلع لهم خراج او التهابات في وشهم لانهم حقنوا مواد ما كان ينبغي ان هو يتم حقنها في الوجه، والموضوع ده منتشر جدا وبينقلب الى يعني مش ماده ملتهبه وكده، لا الى خراج مزمن وحاجه اسمها بايوفيلم، في ميكروب كامن في مع اي دور برد مع اي ضعف مناعه بنلاقي ان في ماساه. على فكره كافيهات مصر، في كافيهات مصر بنات كتير من البنات اللي بتقعد في هذه الكافيهات ده الحوار الاساسي، يعني تلاقي ايه كل شله فيها اتنين تلاته عملوا واحده منهم او اتنين من الخمسه سته اللي عملوا في حته اي كلام فحصل لهم البتاع ده، فكل شويه يقوموا يعملوا مكياج على الحاجه اللي فيها الالتهاب. يا ريت المكياج بس يحلها، ده الموضوع بيوصل الى جروح سيئه جدا في الوجه عشان نتخلص، وتدمير لمكونات هامه زي العصب السابع والغده اللعابيه. والساده المشاهدين اللي بيسمعوني عارفين الكلام ده، واللي زاروني منهم عايشين المأساة. نيجي للنقطة التانية بقى، المصيبة التانية هي نقطة اللعب بالمشاعر بدون جراحة بدون ألم بدون تخدير بدون دكتور طبعا، واخد بال حضرتك، واخد بال بدون ما تيجي اكيد بدون ايه نتيجة. لا ده انت لازم تيجي عشان بس في بس هو في حاجة واحدة بس مش هتبقى بدون، يعني ما فيش حاجه اسمها بدون فلوس، لا بفلوس وبفلوس بالعكس. هي النقطه كلها انه اللعب على المشاعر وجهاز كذا اللي بيعدي على اللغد يختفي. انا بيجي لي الكلام ده من ناس مثقفه جدا، واخد بال حضرتك، وجهاز كذا اللي بيشد للتجاعيد وجهاز كذا اللي بيخفي ايه وكذا، ناهيك عن فيلم وحوار الخيوط اللي الشركات المنتجه له طلعت في المؤتمرات ان هي حاجه مؤقته وغير متناسقه وما زالت في طور. يوم ما هتبقى كويسه سادة المشاهدين، يوم ما هتبقى كويسة هنقول ان هي كويسة، يوم ما هيبقى فيها نتائج محترمة هنقول ان فيها نتائج محترمة. الناس للأسف بتحب اللي بيضحك عليها، ده الكلام ده مش عندنا بس، ده عندنا وفي امراض النساء وفي امراض الذكوره وفي امراض مش عارف. فاكر الدكتور هشام لما قال لك مره الغسول دوت بتاع خلفه الولد وده بتاع خلفه البيت، امراض الذكوره الكريم ده بتاع كذا والكريم ده بتاع يعني. انا امبارح لسه حد جاي لي مثقف جدا كابلز اتنصب عليهم ثلاث مرات ورا بعض، ثلاث مرات في ثلاث حاجات في تخسيس بتخس وبتاع اتنصب عليها. فهو النقطة كلها انه يعني ربنا خلق العلم ده علشان نسخره في منفعة الناس، مش في ان احنا نعمل جلسات وحركات وبتاع والناس ما تاخدش نتيجة في الاخر، ودي يعني هدف مادي وضيع جدا، وبينسوا برضه انهم بيتعاملوا مع صناعة ربنا سبحانه وتعالى اللي هو مش هيسامح فيها. طيب الانف بقى، الانف لان الاخطاء بتبقى قاتلة. قاتلة يعني تخلي البيت ست يعني تقعد في البيت خلاص. احنا بما اننا بنتكلم عن المفاهيم فاحنا عايزين نوضح ان هناك طريقتين لتجميل الانف. في الاوبن تكنيك او الطريقة المفتوحة اللي بيبقى فيها جرح للانف هنا ويتم سلخ الجلد الى اعلى والتعامل مع الانف مباشرة. وهناك الطريقة الكلوز تكنيك اللي انا بشتغل بيها وبفضلها، اللي هو العمل من داخل الانف بدون جروح خارجية وبمخدر موضعي تماما، كاني بعمل حاجة عند دكتور السنان، وفي ساعة من الزمن بيتم التعامل مع جميع المكونات اللي هي العظم والغضاريف الوسطى والغضاريف السفلية، ولا بد ان يبدأ العملية باصلاح الحاجز الانفي اذا كان في اي مشكلة من ناحية الطول او الاعوجاج زي ما احنا شايفين. المفاهيم الخاطئة في هذا الموضوع هو انت هتكسر العظم يا دكتور، ايه المشكلة ما اكسر العظم؟ يعني هو انا العظم لما هسيبه لوحده وتيجي حضرتك تاني عشان نكسره يبقى كويس؟ ولا تقولي ما حضرتك بقى الدكتور وانت عارف ما كنت عملت من الاول؟ ما هو انت هنا بتواجه رغبات من المرضى مع توجهات اللي هو لا هو في دماغه انه ايه يعني عايز مش عايز يعني عايز الانف يتجمل، بس خلينا ايه في الجزء اللي تحت سيبك من الجزء اللي فوق. هنا النقطة كلها مش موضوع ان انا بكسر العظمة حبا في الكسر، يعني اذا احتاجت بنكسرها، اذا في زيادة بسيطة بتبرد، اذا في اعوجاج بيتصلح، اذا ما فيش خلاص يبقى احنا بنحل مشاكل مش بنحقق رغبات، ولا نقف عند اللي هو ايه كسر العظم. كسر العظم ده 48 ساعة بيكون لم ما هياش ازمة، هي مش ما هي ده التقنية، هي العملية كده مش احنا بنخترع بالظبط كده، احنا مش بنخترع العجل. انا رحت لحد وقال لي هعملك من غير ما اكسر العظم،
طب انت هتيجي بعد كده تكسر العظم يعني خلاص يعني. فالنقطه كلها في ان هو احنا محتاجين ولا مش محتاجين. وهم يعلمونا جيدا ان انا باخد وقت كبير جدا في ان انا بقعد اقيس واخد مقاسات وراجع واكتب واسجل دوت واشوف ايه الفرق ما بين الانف المثالي والانف المناسب. انا دلوقتي لو جبت اجمل مناخير العالم وركبتها لحضرتك بعد اذنك يعني ايه رايك؟ مفيش اجمل من المناخير. يعني هو في انف مناسبة ليا، ما ينفعش ان انا اقول ان دي زي كذا وشبه كذا ووريني صورتي بعد لك. الكلام ده مش موجود خالص يا جماعة، موجود عند المحتلين بس فقط لا غير. احنا بنعمل ما اعلى من ذلك انك تشوف الحالات المشابهة ثم ما هو اعلى واعلى. ان انا اجيب لك البني ادم على نفسه مكامل كده ببعضه وهو يكلمك وتشوف مناخيره قبل وبعد ورقبته قبل وبعد وجفونه قبل وبعد والثدي قبل وبعد والبطن. جبنا الكلام ده صاحي حقيقي، واللي ما شافوش بيشوفه ويدخل على اليوتيوب يتفرج عليه ويشوف الصور الحالات المشابهه. ده اقرب شيء للطبيعي. الانف بمنتهى البساطة مخدر موضعي من الداخل بدون جروح خارجية، وبيتم التعاون مع مكوناته حسب المشكلة الموجودة في الشكل والوظيفة. عملية يوم واحد وبنخرج في نفس اليوم. حشو داخلي 24 ساعة ل 48، دعامة خارجية من 5 ل 7 أيام. انتهى موضوع تجميل الأنف، ويا رب تكون المفاهيم واضحة فيه. طب هيدخل فيك في عاصمة الاحتيال، عاصمة الاحتيال الثدي والبطن. دول انا في رايي ان دول عواصم الاحتيال. الثدي طلع فتره جهاز هكبر لك الثدي، ولغايه دلوقتي موجود الجهاز ده، وبيحطوا في اعلان الجهاز دوت بيحطوا صوره فيديو جهل رهيب جدا للحشوه بتاعه السيليكون او حشوه الكوهيسيف جل على انها هي تاثير الجهاز. يعني هم مش عارفين حتى انجليزي. يعني جهله لدرجه. وطبعا القناه اللي هم بيعلنوا عليها اساسا طبعا فله، واللي عملوا الاعلان اساسا فلتين. وانا بقول لهم اهوت يعني لو عايزين تنصبوا تعالوا احنا نعلمكم. يعني اقول لكم ايه بس، ده حاجه جهل غير عادي. مش عارفين حتى ان اللي حاطينه دي صوره صورة عملية جراحية. وبيقول عليها جهاز، بيقول ان هو ده جهاز تجميل ثدي بدون جراحة. طبعا يعني السادة المشاهدين واعيين وفاهمين هذا الكلام. احنا عايزين للمفاهيم الاكثر رقي. ما هو اكيد شفط الحوض مش هتكبر الصدر. والدهان الامريكاني والكريم اللبناني مش هيصغر الصدر. انت هنا من الكلام ده والناس عارفاه وجربته. اما المفاهيم الخاطئة في هذا القصة، فكرة السيليكون والسرطان. يا لغايه دلوقتي حد بيقول لك ياه ياه بعد ثلاث سنين؟ ثلاث سنين ده من برنامج الدكتور. انما الطب انا 10 سنين، انا 10 سنين في الاعلام. 10 سنين في الاعلام. حلو. احنا قلنا انه في الاخر انه ده بقى اسمه كوهيزيف جل، جل مدمج. وهذا الجل المدمج ما بيجيبش اورام، ما بيجيبش امراض، ما بيأثرش على الاحساس في الثدي، ما بيأثرش على الملمس الطبيعي، وما بيأثرش على عملية الرضاعة. وبرضو ما بفرقعش في الطيارة علشان خاطر نبقى واضحين. اهو والله العظيم ما بيفرقع في الطيارة. ولا مثلا لو جوزك ادالك بنية هيفرقع. واحنا قلنا ان الاختبار ان احنا دلوقتي الناس ما بيشاكوا فيه، بقول لهم اتفضلوا خدوا الجهاز وقفي فوقه بوزنك كاملا يعني. ده شكل الامبلانت المدور والتشريحي وشكل الغلاف الخارجي وللانواع المختلفه اللي بنستعملها كله على حسب حالته. يعني ما عادش فيه السلاين امبلانت ده، ما بقيناش نستعمله، هو بتملي بسائل. اما كله بقى التكتشرد اللي هو داخله في الكوهيزيف جل، ويا اما بيركب فوق العضله او تحت العضله. وكل حاله ليها مقوماتها وليها اسبابها وليها اشكالها علشان نقدر ان احنا نحصل عليه. قد يكون هذا الإجراء يتم منفردا أو يكون مصحوب بعملية لرفع الثدي إذا كان هناك الصغر ده ثانوي وعنده اضطراب ما بقاش فيه أصلا، وهو عمره ما كان بيجيب سرطان على فكرة حتى زمان. ده هو كان التسرب السيليكون من الغلاف الجلدي اللي موجود للجهاز نفسه كان بيعمل تليف يختلط في بعض صور الأشعة مع السرطان، إنما هو غير مسبب للسرطان لا فيما مضى ولا فيما هو خاص. طيب المنطقة الأكثر بقى يعني برضه نصبا هي منطقة شفط الدهون في البطن. وأنا يعني أنا جبت لك مرة عيلة كلها محروقة. هي الحقيقة إنه إحنا برضو أفردنا ليها جزء خاص بموضوع الأجهزة ده عشان الهوس اللي عند بعض الناس بعيدا عن المسميات. انه في تقنيات مختلفه
وقلنا ان في الشفط العادي، وقلنا ان في الشفط اللي هو مضاعف القوه اللي هو الباور اسيستد، وقلنا ان في الليزر بانواعه المختلفه، وقلنا ان في الفيزر، وقلنا 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 وقلنا. في الاخر الدكتور بيقرر هنا ايه اللي هيفيد المريض وايه اللي ما يفيدوش. ايه انا في حاله عامله عمليه قبل كده وعندها تليفات، ولا حاله فريش كميه كبيره ولا كميه قليله. يهمني هنا في موضوع شفط الدهون ونحت وتنسيق القوام ان انا المريض بتاعي ياخد السوائل اللي محتاجها قبل العمليه. اللي بتعمل مخدر موضعي، انقباض للاوعيه الدمويه عشان اشفط دهون ما اشفطش دم، وبتعمل نوع من انواع التسهيل في الشفط زي تحويل الدهون من الحاله الصلبه الى الحاله السائله، سواء كان ذلك بحقن بعض المواد او باستعمال الليزر او استعمال الموجات الصوتيه اللي موجوده في الفيزر. في الاخر بيطلع ليا سائل بستطيع ان انا اشيل منه كميات كبيره، بكسر التليفات اللي موجوده، بعالج السيلوليت، ببدا ان انا بنحت. مفهوم الليبوسكالبشر واللايبوسكشن، مفهوم النحت والشفط. في ناس مهووسه هشيل قد ايه وهخس كام كيلو. يا جماعه المهم اللي باقي مع حضرتك قد ايه، شكلك بقى شكله عامل ازاي، التناسق في الناحيتين عامل ازاي، الدهون اللي طلعت دي حاجه غاليه لو راحت وبقت في حفره مكانها تعويضها صعب جدا. وكمان عشان هي حاجه غاليه احنا ممكن نستفيد بيها في ان احنا نحقن الوجه والارداف والسمانه والثدي لو كان الضمور بتاعه بسيط. وبالتالي انه فكره انه شلت كام لتر وده اثر على الوزن في قد ايه وده هيعمل ايه، اكيد اللي هيتشال هيطرح من الوزن، ولكن احنا يهمنا ان في الاخر يكون في تناسق ما بين الجلد والغلاف الداخلي وما بين مناطق الجسم المختلفه. مره شفت بالصدفه وانا قاعد يوم اجازه وباكل مكرونه، وده من ايام القليله اللي باكل فيها مكرونه، شفت حد بيقول انا عندي 130 كيلو، واتصال تليفوني قال له انا هشفط لك 40 كيلو. دهون صافيه يعني. ما انت ساعات انت مش هتلاقي عندي اجابه يعني. يعني هخليك 90 كيلو بعد الشفط. والله العظيم سمعتها وحياه ربنا. وجالي ساعتها توقفت عن اكل المكرونه. هو بص حضرتك حتى الليتريتشر او الكتابات الطبيه اللي في الدوريات العلميه كانت لحد خمس سنين بتقول 8 لتر، ووصلت من سنتين الى 12 لتر، وانا دلوقتي شغال في ابحاث ان بعض الحالات قدرنا نوصل فيها من 15 ل 20 لتر. 18 حضرتك ومتصوره وموضوعنا بتاع لتر. هو اللتر ده بيساوي كيلو يا دكتور؟ لا، ده لتر الميه اللي بيساوي كيلو. انما لتر الدهون بيبقى حسب كثافته من 600 الى 800 جرام في احسن التقديرات. وبالتالي حتى اللي بيشفط 20 لتر اللي هو قليل جدا 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 وله مقاييس وعوامل وتحاليل داخل العمليه وتحاليل قبل العمليه، ده مش هينزل 20 كيلو برضه. فهي عمليه تنسيق ونحت وليست عمليه انقاص وزن بالدرجه الاولى. بسرعه شديده جدا، مسابقه فينوس، انا عايزك تقول للناس بقى مسابقه فينوس عامله ايه؟ مسابقه فينوس احنا اعلنا عنها في بدايه السنه 2015، وقلنا ان فينوس 2015 ده عباره عن ثلاث سيدات جمال كده هيتم اختيارهم حتى يصبحوا اكثر جمالا. واحنا الحقيقه جالنا كميه من الصور والفيديوهات لا تتسع لها الحلقه، لدرجه ان انا قررت مع الاستاذ محمود انها تبقى حلقه منفصله المره الجايه قبل ما اسافر المؤتمر الجاي واسيبك تعرضها للساده المشاهدين. مبروك لبرشلونه يا سيدي، الف مبروك. وانا كنت حزين جدا ان ريال مدريد اتغلب. نورنا كالعاده. ربنا يخليك. فرحان قوي دكتور محمد، برشلونه كسب وبتاع، وانا ريال مدريدي كنت هتشال. بالعكس نورتنا. كل الشكر والتقدير طبعا للنجم الكبير والمتميز الاستاذ دكتور محمد ابو زيد، استشاري جراحات التجميل بكليه الطب جامعه القاهره، عضو الكليه الملكيه للجراحين بانجلترا، ورئيس الجمعيه المصريه لصحه المراه بينوس، الاسم الكبير مصريا وعربيا وعالميا. نورت دكتور محمد. بسيف. لما الكلام بيكون عن العلاقه الجنسيه بين الرجل ومراته الموضوع بيكون حساس حبتين، ولما بيكون في مشاكل في العلاقة دي الحساسية بتزيد، خصوصا لو كان الراجل عايش على الذكريات. مالك يا رشدي؟ عايز المتطلقة وسرحان كده ليه؟ كنت بفكر في ايام زمان. فاكر يا نهلة انا كسرت الثلاث سراير اللي اتفرحنا. ثلاث سراير اللي اتفرحنا؟
يلا هو الكلام بفلوس ده انت حتى يوميها جبت لي ارتجاج في المخ ده انت كنتش قاضيه كنت فظيع كنت مرعب ايوه قولي لي كده كمان يا نهنة قولي لي كنت فظيع كنت مهلك كنت مهلك قولي يا نهنة قولي انت يلا حبيبي نرجع ايام زمان ونقضيها كلام كده احسن حاجه في الدنيا حبيبتي ان احنا نقضيها كلام طب تشرب حاجه قهوه ساده هروح المرحوم المساله مش لدرجه قهوه ساده يعني دلوقتي كل مشكله وبقى ليها علاج والموضوع بقى ابسط من اللي في دماغك تبقى عامل زي شكه الدبوس حتى اسال الدكتور اهلا بكم في موضوع من اهم المواضيع اللي بتشغل بال كتير من الناس مش بتشغل بالهم هي الحقيقه بيقوم عليها البيت خلينا نبقى واقعيين العلاقه الجنسيه بين الرجل والمراه اذا حدث ضعف جنسي يتاثر البيت يتاثر كيان الاسره وعندنا مشكله كبيره في دماغ كتير من الناس مش هنا بس ده في العالم كله انه قد يهرب من المشكله يحصل ضعف جنسي ده مرض الامتنس احد الامراض الموجوده في كتب الطب فيهرب منه يروح يدور على دواء عادي وياخد الاقراص وتتحسن الحاله نسبيا ولكن المشكله ما زالت موجوده فتستمر المشكله وقد تصل المشكله الى حد لا يفلح معها العلاج الدوائي فهنا يبقى وطبعا العلاج الدوائي مش في كل الاحوال لانه في مثلا مرضى القلب اللي بياخدوا ادويه تحت اللسان او نيتريت دول كونترا انديكيتد ما ينفعش معاهم ادويه من خلال الفم في حالات وصلت الى درجه ما ينفعش معاها ان احنا ناخد دواء في ناس كتير قوي بيتوقف معلوماتهم عند كده وبرضه هرجع اقول تاني انه كتير من اللي بيتكلموا في المجال ده في مجال الضعف الجنسي غير متخصصين وكثير جدا من الحوار بيقلب من موضوع علمي الى موضوع اثاره وهنا بقى فارق كبير جدا بين الطب والعلم والمعلومات وان انا اقول اثاره يعني احكي قصص واحده بتخون جوزها واحد مش عارف ايه واحد ده كلام مش طبي ده كلام ما بيفيدش المرضى في النهايه الثقافة الجنسية مطلوبة لكن الحالة العضوية هي أساس معظم المشاكل لو ما فيش مشاكل عضوية الثقافة يسهل اكتسابها بالفطرة بالقراءة في الكتاب محترم بالتعلم من برنامج طبي جيد كل ده بنقدر نجيبه لكن إذا كان هناك مشكلة عضوية لازم نركز عليها ما نقلبش كل المشكلات العضوية إلى غياب ثقافة جنسية محتمل لا المشكلة أكبر من كده بكتير تعالوا نتكلم النهاردة عن الضعف الجنسي نتكلم عن تأثيرات أمراض كتيرة على الضعف الجنسي نتكلم على السكر وعلاقته ونتكلم على الحلول اللي تتعدى مرحلة الدواء لأنه أصبح العلم وضع قاعدة مهمة جدا أنه ليس هناك حالة ضعف جنسي يستحيل علاجها مهما كان السن ومهما كان التعقيد الحالة حقيقة ضيفي قيمة علمية كبيرة جدا سعيد ان هو يكون ضيفي النهاردة عشان يرد على كثير من الاسئلة يرد على كثير كمان من المزاعم على الكثير من الاقاويل قيمة علمية كبيرة على المستوى الاكاديمي على المستوى الاكلينيكي واسم كبير جدا على المستوى المصري والعربي واسم عالمي متميز للغاية سعينا للقاء وقد نجحنا في هذا اللقاء بلا شك هو القيمة العلمية الكبيرة الاستاذ الدكتور احمد ابو طالب استاذ جراحة المسالك والذكورة بكلية الطب احد اهم اطباء الذكوره في العالم العربي اهلا بيك يا دكتور اهلا بيك دكتور وحشت جدا واحلى منك كمان موضوع مهم وشائك وكثير من الناس عندها افكار مغلوطه عنه دي حقيقه فده المقدمه دي حقيقه النهارده الفهرس بتاعنا ايه هي مشاكل الضعف الجنسي مشكله كبيره جدا لان نسبه الضعف الجنسي بقت شديده جدا والسن اللي بيعاني منه المرضى نزل بطريقه قوية جدا يعني احنا كنا زمان بنشوف الضعف الجنسي في مرضى اعمارهم في الخمسين والستين فيما فوق النهاردة بدنا بنشوف في ضعف جنسي في اعمار اقل من كده بكثير في العشرينات وفي الثلاثينات والاسباب كتيرة قوي الحالة الاجتماعية والحالة الاخلاقية حصل فيها تدهور جامد جدا وخصوصا المخدرات
لان المخدرات كتير قوي بتعمل مشاكل كبيره جدا في عمليات الضعف الجنسي، خصوصا المشاكل النفسيه. انت عارف تقريبا يا دكتور ايمن ان مشاكل الضعف الجنسي او مرضى الضعف الجنسي من 40 الى 50% منهم بيعاني من الضعف الجنسي نتيجه الى مشاكل نفسيه مش مشاكل عضويه. وفي بعض الاحيان المشاكل النفسيه دي لا تحل بالطرق التقليديه او الدوائيه او العلاجيه من كتر ما هي بتوصل الى مراحل متطوره جدا زي اللي سموه ديب سايكوجينيك امبوتنس، ضعف جنسي نفسي عميق جدا وبيبقى صعب حله بالطرق العلاجيه للمرض النفسي. وفي اوقات كتير قوي بنتطرق الى التدخلات لحل هذا الموضوع. الحاجه الثانيه المهمه جدا ان من اشهر الامراض اللي بيسببه الضعف الجنسي هو السكر والضغط. وحدث بلا حرج عن كم المرضى اللي بيعانوا من السكر والضغط. وزي ما انت بتقول كده احنا بنتكلم بطريقه علميه عشان توضح فعلا المشكله سببها فين وكمياتها في ايه. المشاكل النفسيه ايا كان هذه المشاكل النفسيه، ان هو كان له خبرات سابقه فاشله، ان هو حصل له ضغط نفسي في بدايه الجواز. تلاقي كتير قوي من السيدات في اول الجواز ممكن يعني يعملوا نوع من الضغوط النفسيه على الزوج ان هو لم يؤدي الاداء الجيد او الاداء المطلوب، وده شيء مهم جدا لان الزوج بيبقى محتاج في الاول ثقه بالنفس. تعرف زي ما برضو هاجي اشبهها بلعيب الكوره اول مره ينزل ملعب يلعب ماتش كوره، محتاج ثقه بالنفس عشان يؤدي اداء على الاقل عادي. مع مرور الوقت وتكرر العمليه الجنسيه بصفه منتظمه بيحصل تحسن في الاداء. ودي مشكله مهمه جدا قوي يا دكتور ايمن، لان احنا بلد ذو عادات شرقيه ما عندناش زي اوروبا وامريكا ودول شرق اسيا العلاقات الجنسيه مباحه. احنا عندنا اصول وعندنا اخلاقيات وعندنا عادات وعندنا اديان بتظبط هذا الايقاع. فبالتالي بيبقى دايما في مشكله في بدايه الزواج. وهذه المشكله لو لم يتم علاجها بطريقه مظبوطه ممكن تؤثر على مشاكل كبيره او بعد كده. زي مرض الهاني مون امبوتنس، ضعف الجنسي بتاع شهر العسل، ده مشهور جدا وكثير جدا. بيبقى الزوج او الرجل بيبقى اول يوم زواج بالنسبه له في نوع من الرهبه. انت لو شفت اي واحد بيتجوز هتلاقيه جاي بيقول لي بما ان انا رجل في هذا التخصص طب قول لي اخد ايه او اعمل ايه من كتر التوتر. وتلاقي كتير قوي من الازواج الجدد اللي هم هيتزوجوا بعد اسابيع قليله تلاقيهم بيترددوا على العيادات والمراكز بيشتكوا ان هم عندهم ضعف جنسي مع انهم عمرهم ما مارسوا العلاقه الجنسيه. ومن هنا عشان نعرف يعني ايه ضعف جنسي او تعريف الضعف الجنسي، هو عدم القدره على عمليه الادخال وانشاء علاقه جنسيه بطريقه متكرره لدرجه انها تعمل ضيق لهذا الرجل. يعني مش واحد مثلا حاول مره يعمل علاقه جنسيه مع زوجته فشل يبقى عنده ضعف جنسي، او مره تانية فشل فعنده ضعف جنسي، او حصل له مثلا علاقه كل مثلا كام شهر فشلت او لم يؤدي الاداء المظبوط يبقى ده معناه انه عنده ضعف جنسي. ده وارد ان يحصل الحاجات دي. لو حصل هذا الفشل وتم الضغط عليه من قبل هيخش في السايكوجينيك امبوتنس او هيخش في مرض الضعف الجنسي نتيجه للمشاكل النفسيه. الاسباب دايما يقسمون الاسباب سايكوجينيك واورجانيك، اسباب نفسيه واسباب عضويه. تمام يا فندم. الاسباب النفسيه كتيره يعني زي الحاجات اللي احنا قاعدين بنتكلم عليها بالظبط، لكن الاسباب العضويه سكر والضغط وايه كمان؟ اهم اثنين مشاكل في الشرايين او الاورده. ناس بيعانوا من امراض في الشرايين او في الاورده، ان يكون عنده قصور في الشرايين المغذيه للعضو الذكري، لان العضو الذكري انتصابه بيتم عن طريق ضخ كميه من الدم اكثر من الطبيعي، لان الطبيعي ان العضو الذكري زي اي عضو في الجسم له شريان وريد لعمل التغذيه او لاجراء التغذيه لهذا العضو. اثناء العمليه الجنسيه لما بيحصل استثاره بيبتدي يفرز بعض المنشطات في الجسم
بتخلي الشرايين تتسع اتساع كبير جدا، فتزود دخول كمية الدم وضغط الدم، يخش في التجويف الكهفي اللي موجود في العضو الذكري، يبتدي يحصل عملية الانتصاب. وفي نفس الوقت الأوردة بيحصل نوع من الإغلاق فيها عشان تمنع تسرب الدم، فتمنع ان الانتصاب ده يروح. وحتى في مرض شهير جدا اسمه تسرب الأوردة، ان الشرايين تبقى كويسة جدا وبتضخ دم كويس جدا، ولكن الأوردة ما بيحصلهاش إغلاق بطريقة جيدة، فبالتالي يحصل تسرب وريدي، وان الدم يتسرب للدورة الدموية ويفقد عملية الانتصاب. والحالات دي بتلاقي المريض بيحصل له انتصاب قوي جدا ويبتدي يمارس العملية الجنسية، وفجأة العملية تفشل نتيجة لتسرب الدم من داخل العضو الذكري الى الدورة الدموية. ده معناه ان ميكانيزم الاريكشن او الانتصاب غير كامل. بالظبط كده. ده ميكانيزم مهم جدا. بالظبط كده. طيب في وسط الاسباب كده في حاجات مثلا يعني تتقال عليها واحد عمل في نفسه ضعف جنسي، هل ممكن واحد عمل في نفسه ضعف جنسي؟ طبعا يا فندم. من ضمن الاسباب اللي هي ممكن يخلي يحصل ضعف جنسي ان هو واحد يحصل له مشكله في القضيب اثناء العمليه الجنسيه. يعني ايه؟ في مرض شهير جدا اسمه فراكتشر بينس. ده في اوروبا يعني بيعملوا له ابحاث، واحنا عندنا كتير جدا. ده في اوروبا بيتكلموا فيه بشكل تفصيلي اكتر. احنا عندنا حالات كثيره جدا. بس يمكن في مرضى كتير ما يعرفوهاش. ولكن احنا عندنا حالات كثيره جدا في الـ في الـ في الـ في, الـ في هذا الشأن. اللي هو بالعربي لو ترجمناه هو انكسار العضو او كسور بالعضو الذكري. الناس فاكره انه العضو الذكري ده مش عضم، الكسر ده في العضم. دي حقيقه. فلما نيجي نقول لهم فراكشر بينس يبدا يقول لك لا يعني والله هو ده عظم عشان يتكسر. وعشان كده هذا المسمى هو مسمى علمي خاطئ، يعني هو فعلا اسمه فولس فيرست نيم. دي حقيقه. لان مفيش كسر، هو اللي بيحصل انقطاع او قطع في الاغشيه المغطيه للعضو الذكري من الداخل، فبالتالي الاغشيه دي لما تقطع بيبتدي الدم يهرب منها، فبالتالي بيحصل زي نزيف او تجمع دموي حوالين القضيب. وده بيحصل اثناء ممارسه الجماع الجنسي بطريقه عنيفه، وفي الاوضاع الجنسيه اللي هي بيبقى الراجل ما بيتحكمش في عمليه الادخال، فبالتالي ممكن يحصل نوع من الحادث اثناء عمليه الادخال. اللي هي في ميل اب ميل داون. بالظبط كده. المراه تعلو الى اعلى. بالظبط. لو وزنها زياده وبتتحرك حركه غلط ممكن تكسر. دي حقيقه، ده موضوع مهم جدا. والحاجه الثانيه، في حاجه غريبه جدا بتحصل بالذات عندنا في مصر، يعني بيقول لك ان هو بيصحى الصبح بيطرقع العضو الذكري زي دي عاده خاطئه، زي طرقعه الصوابع. في ناس كتير قوي بتعمل هذه العاده السيئه، وكتير منهم بيحصل لهم كسر في القضيب اللي بيؤدي لو ما تمش العلاج في التو واللحظه يحصل مشكله كبيره. لان الحالات اللي زي دي لازم يتم علاجها بصوره طارئه، دي حاله طوارئ ولازم تتحل في خلال ساعات قليله، ان يتم الاستكشاف وتنظيف التجمع الدموي اللي حصل واصلاح القطع اللي موجود في العضو الذكري. لان لو ما تمش هذا مش هيحصل عمليه انتصاب تاني بطريقه طبيعيه، وهيلجا الى استخدام العمليات الجراحيه والدعامات لتعويض المشكله اللي حصلت. دايما عندنا في مصر الخلط ما بين ضعف جنسي وقدره انجابيه، يعني لما تيجي الراجل يقول لك انا مخلف اربع عيال تقول لي ضعف جنسي ازاي؟ ما انا دول عندي اربع عيال دول ايه؟ دي وواحد تاني بيأدي اداء جنسي طبيعي جدا وما عندوش قدره انجابيه ما بيخلفش، فلما يقولوا له روح حلل يقولوا محلل ايه ده؟ ما اسالوا ست ده انا كويس جدا. ده كلام مظبوط. وطبعا احنا مهما قلنا السينما مش زينا، ده السينما هي اللي اثرت الفكره دي. دي حقيقه، دي حقيقه. الكلام ده بيحصل كتير قوي. تلاقي مريض جاي يقول لك انا عندي مشكله في عمليه العلاقه الجنسيه، بس على فكره يا دكتور انا عندي اربع اولاد. يعني عايز يبرهن لك ان هو كان كويس وكان اداؤه كويس بدليل اربع اولاد، على فكره ده ملوش علاقه خالص. يعني ممكن يتم العلاقه الجنسيه بصوره ضعيفه جدا واداء سيء جدا، وحصل عملية القصف والسائل المنوي ووصل للبويضات وحصل التلقيح والحمل والإنجاب بدون ما يحصل علاقة جنسية طبيعية أو مظبوطة. ممكن يكون في علاقة جنسية فيها مشكلة مثلا في القصف السريع، ممكن يكون علاقة جنسية ما بتكملش الدورة الجنسية عند الرجل والسيدة، ف
فممكن يبقى في مشاكل كتيرة جدا في العلاقة الجنسية، ولكن العلاقة الإنجابية ملهاش أي علاقة. ونفس الموضوع زي ما حضرتك بتقول كده، يكون عنده القدرة الجنسية قوية جدا وأداء جنسي ممتاز مفيش أي مشاكل، ولكن عنده مشكلة في العملية الإنجابية لأن في عنده مشكلة في الحيوانات المنوية سواء في حركتها أو في كميتها أو في عددها أو إلى آخره من الأسباب. إمتى أنا أقدر أقول إن هذا المريض عنده ضعف جنسي فعلا؟ إزاي أشخصه؟ أول حاجة من الهيستوري بتاعه، من التاريخ المرضي، إن هو مريض بيعاني لفترة طويلة من أداء جنسي ضعيف أو عدم القدرة على ممارسة عملية الجماع الجنسي أو الإدخال بطريقة طبيعية بطريقة متكررة. أهم حاجة أنها متكررة، يعني كل ما بيحاول يمارس الضعف الجنسي بيفشل في يمارس الجنس يجيله ضعف. بالضبط، كل ما بيحاول يمارس العملية الجنسية بيحصل له ضعف، بيحصل له جماع جنسي غير طبيعي بطريقة أنها تؤرقه في حياته العامة. مش اللي حصل له مره او مرتين او مره كل شهر او مره كل 3 اشهر، انه بيحصل لك انا كنت راجع البيت تعبان جدا يا دكتور، كان عندي يوم مهلك، او انا يا دكتور عندي ضغط نفسيه في الشغل، او انا يا دكتور مراتي بيني وبينها مشاكل، او حماتي عامله لي مشاكل، او والدتي ضغط على الى اخره من المشاكل اللي حواليه، انه ممكن يخليه يحصل مره او بضع مرات بسيطه جدا ان يحصل فشل في العلاقه الجنسيه نفسها. ده ما يعتبرش ضعف جنسي. ضعف جنسي ان هو بصوره متكرره لدرجه مش عارف خلاص يمارس العمليه الجنسيه، يبقى ده مريض ضعف جنسي. ده مريض ضعف جنسي. طيب ازاي مريض هيجي لك وفي مركز ونعمله فحوصاته فنعرف اذا كان عنده ولا لا؟ نمره واحد، احنا لازم نطمئن على حاله الهرمونات، لان في احوال كتيره جدا المرضى اللي بيعانوا من المشاكل الجنسيه دي بيبقى عندهم خلل في بعض الهرمونات، خصوصا الهرمون الذكري، والهرمون الذكري الحر بالاخص يعني التستوستيرون. بالظبط كده. الهرمون الذكري في نوعين، في الهرمون الذكري الكلي والهرمون الذكري الحر. الحر هو النشط، هو ده الاكتف، هو ده النشط، هو ده اللي بيحرك كل حاجه، بيحسن، هو ده اللي بيحرك الرغبه، هو ده اللي بيحرك الـ 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 الجسم كله في عمليه الانتصاب بطريقه طبيعيه. لو حصل خلل في الهرمون الذكري الرغبه هتقل، الاداء الجنسي هيضعف، هيحصل فيه مشاكل من ناحيه الهرمونات. الحاجه الثانيه الصحه العامه، يعني لازم اطمئن على صحه المريض العام، ان وظائف الكلى عنده كويسه، وظائف الكبد عنده كويسه، صوره الدم كويسه، السكر كويس، لان كل المشاكل العامه لو كانت شديده ممكن تؤثر على القدره الجنسيه. مرضى الفشل الكلوي عندهم مشاكل في القدره الجنسيه، مرضى الفشل الكبدي عندهم مشاكل في القدره الجنسيه، مرضى اللي بيعاني من الانيميا عندهم فشل في القدره الجنسيه، الى اخره من الامراض العامه اللي بتؤثر على الصحه العامه ممكن يؤثر على القدره الجنسيه. ومن اهم الفحوصات اللي بتدينا مؤشر مهم جدا ولا غنى عن هذا الفحص هو اجراء الدوبلر على العضو الذكري. والدوبلر ده نوع من انواع الاشعاعات الموجات الصوتيه اللي بتكشف عن التشريح الداخلي للعضو الذكري، بتطمئن على التجويف الكهفي والغشاء اللي مغطي للتجويف الكهفي، وبتطمن على الماده الاسفنجيه اللي داخل التجويف الكهفي. وكمان من الحاجات المهمه جدا او من اهم الحاجات، بتطمئن على كميات الدم اللي بتخش عن طريق الشرايين وسرعتها واتساع الشرايين اثناء عمليه الانتصاب، وفي نفس الوقت اغلاق الاورده. من اهم الفحوصات هو الدوبلر او الدوبلكس على العضو الذكري او على الاضيب. هو ده المؤشر المهم جدا والحساس جدا في اجراء علاج لهذا المريض بطريقه صحيحه. طيب احنا بقى في الجزء الصفحه الاخيره في الكتاب المختصر جدا اللي احنا بنتكلم فيه ده، الصفحه الاخيره هي العلاج. مظبوط يا فندم. وعايز اوصل للصفحه الاخيره في صفحات العلاج، اتكلم عنها في البدايه عشان نديها وقتها، لانه كتير من الناس بتسال عن الدعامات. تمام يا فندم. وخصوصا احنا بعد الدعامات هنقول انه هناك اساليب علاجيه اخرى. تمام. زي الدواء والاخر. تمام. الدعامات هذه الصيحه الرائعه، وخصوصا النهارده احنا جايبين دعامه. تمام. ايه بقى فكره الدعامه؟ كلمه الدعامات دي لازم تخلينا نقول ستيتمنت مهمه جدا للمرضى، ان مفيش حاجه ان شاء الله اسمها مفيش علاج للضعف اللي انا قلتها في الاول. لا يوجد شيء اسمه لا يوجد علاج للضعف الجنسي في 99% من الحالات، لان لو فشل العلاج الدوائي او لم يستجيب الى العلاج الدوائي هيخش على العلاج الجراحي اللي هو بمنتهى البساطه تركيب دعامات للاضيب والعضو الذكري. والدعامات دي منها انواع واشكال،
وكل حاجة لها مميزات معينة. لو احنا شفنا في الصورة الأولانية ده أول نوع من أنواع الدعامات بنسميه السيمي ريجيد. دول زي ما حضرتك شايف كده دعامتين، لأن العضو الذكري فيه تجويفين كهفيين، وكل تجويف بيتم إدخال دعامة داخله عشان تؤدي غرض عملية الانتصاب بدل عملية دخول الدم وحجزه داخل القضيب عشان يحصل عملية الانتصاب. وزي ما حضرتك شايف كده في الدعامة التانية بيورينا قدرة الدعامة. لا هي الصورة اللي قبل دي، الصوره اللي قبل دي زي ما احنا كنا موجودين فيها. الدعامه الثانيه اللي هي يعني هو الدكتور بيقول لك الدعامه الثانيه يعني مش الصوره الثانيه اللي هي جنبها بالظبط كده. هنلاقي في دعامه مفروده بيورينا قدره الدعامه على ان هي فيها قوه شديده جدا للاختراق، ودي تخلينا نقدر المريض يمارس العمليه الجنسيه بقوه، وفي نفس الوقت بعد انتهاء العمليه الجنسيه يقدر يتني هذه الدعامه فيقدر يؤدي حياته الطبيعيه من غير ما يبقى في شكل انتصاب في خروجه وعمله ولبسه. دي بنسميها السيمي ريجيد، ودي ابسط انواع الدعامات، ودعامه مش سعرها مش غالي، وفي نفس الوقت عمليه بسيطه جدا ما بتاخدش اكتر من 30 الى 60 دقيقه، والمريض بيخرج في نفس اليوم. في عيان هيقول لا انا مش عايز احس ان انا عندي انتصاب على طول، انا عايز احس بالطبيعه اكتر. تمام، ده النوع الثاني اللي احنا شايفينه. اللي هو بنسميه انفليتبل بروثيسيس، بنايل بروثيسيس، اللي هو عن طريق النفخ، ان القضيب في الوضع الطبيعي مفيش اي نوع من الانتصاب. انما قبل عمليه الجماع عن طريق هيدروليك بريشر او ضغط بالسائل الموجود في الخزان اللي فوق ده، بيدخل هذا السائل الى الدعامتين يعمل لها عمليه انتفاخ. فبالتالي يحصل عمليه الانتصاب، وبعد ما يتم الممارسه الجنسيه يقدر هذا الانتصاب ان هو يتخلص منه ويرجع القضيب في الوضع الطبيعي. وده هيظهر معانا في الفيلم اللي بيشرح ازاي يحصل عمليه الانتصاب عن طريق انتفاخ. زي ما احنا شايفين الدعامة دي بتبقى راكبة من داخل القضيب، مفيش اي حاجة بتبقى باينة، وهم تلات اجزاء. اللي هو المنفاخ اللي بينفخ البالونات الداخلية للقضيب، والريزرفوار اللي هو الخزان اللي فوق كده حصل عملية الانتصاب. بعد ما بيحصل عملية الانتصاب بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، انتصاب حصل، بعديها بعد ما الانتصاب حصل الصمام فوقيها على طول تكة واحدة، هذا الانتصاب يرجع تاني الى الوضع الطبيعي من عدم الانتصاب. طيب احنا عايزين نشرح الكلام ده بالتفصيل على الجهاز نفسه. احنا معانا هو يعتبر اسمه الجهاز حقيقة. ده يعني اسمه الجهاز او الامبلانت. هو عبارة عن هذا الشكل، عبارة عن جزئين للدعامات اللي بيخشوا في التجويف الكهفي للعضو الذكري. وده بنسميه المنفاخ او البامب اللي بيحصل منه دفع السائل في البالونات او في الدعامة نفسها. وده الريزرفوار او الخزان اللي بيبقى راكب من جوه البطن. على فكرة العملية دي كلها ما بتاخدش اكتر من 3 سنتي فتح عشان يخش منها كل ده. لان زي ما حضرتك شايف دي حاجات كلها بتتنى، فبتخش فتحة صغيرة جدا، ولما بتخش جوه بتتفرد بالمنظر ده. ودي تمال الخزان ودي بالظبط، يعني حتى الخزان المليان ده ده بيبقى فاضي خالص، زي بالونة صغيرة جدا مكرمشة، بنقدر ندخلها في البطن ونملاها من جوه. وبيبقى ايه؟ بسائل خاص. سائل خاص، سائل خاص خامل، مفيش منه مشاكل بالظبط كده. وحتى الجهاز كله مصنوع من مادة السيليكون، اللي هي نفس المادة اللي بتصنع منها صمامات القلب، ومغطية بمادة مضادة للبكتيريا عشان تقلل من حدوث أي نوع من الالتهابات. ومن الحاجات المهمة جدا إن هذا الجهاز الشركة المصنعة بتدي عليه ضمان مدى الحياة. مدى الحياة يعني هذا الجهاز ليس له عمر افتراضي. هذا الجهاز يعني الورنتي بتاعه طول العمر. دول الدعامات داخل القضيب، وده المنفاخ. مجرد النفخ بالطريقة دي يبتدي يملى السائل داخل الدعامات، يبتدي يحصل عملية الانتصاب بطريقة طبيعية. وشدة الانتصاب ممكن المريض يتحكم فيها. يعني كده حصل عملية الانتصاب، لو عايز انتصاب أقوى من كده هيقدر يزود من عملية الضغط. شايف الانتصاب كفاية خلاص هيقدر يوقف بالوضع ده. العملية الجنسية ممكن تتم في الوقت اللي هو عايزه، يعني ممكن يقعد دقايق
لاكتر من كده على حسب الرغبه للتو بارتنرز هم عايزين يؤدي عمليه جنسيه لغايه قد ايه. بعد ما اخلص عمليه جنسيه موضوع بسيط جدا بضغطه واحده يبتدي هذا الانتصاب يجي اتفضل تمام يروح تمام زي الطبيعي بالظبط كانه طبيعي كانه نورمال رجع الى الطبيعي. دي بتبقى موجوده في كيس الصفن من تحت ما بتبقاش باينه ودي راكبه في العضو الذكري من جوه وهذا الخزان بيبقى داخل البطن وبيبقى شكل القضيب طبيعي 100% مش في واضح منه اي علامات او اي تشوهات وزي ما قلنا بيتم العمليه من خلال فتحه لا تتعدى 3 سم. طيب اسئله كثيره ورا الموضوع ده بس اسئله صغيره خالص واجابتها هتبقى برضو اكيد على قدها. الاحساس طبيعي جدا والقذف طبيعي وده دايما سؤال مهم جدا المريض بيساله يعني هيبقى فيه قذف هيبقى فيه قذف طب هيبقى عندي فيه سرعه قذف ولا ما عنديش سرعه قذف من الجهاز ده مفيش علاقه يا فندم. يعني لو المريض كان بيعاني من سرعه قذف هيفضل سرعه القذف موجود الا لو احنا عالجناه يعني احنا لازم نعالجه من سرعه القذف عشان ما يبقاش يعاني من سرعه القذف بعد تركيب الجهاز بس بعد القذف اساسا بيحصل زي ما الانتصاب موجود يعني ممكن هو نفسه يعتبر علاج لسرعه القذف ما اقدرش اقول لك ان هو علاج لسرعه القذف لان هو في الـ في, الـ في الناحيه الطبيه هو مش معمول لمرضى سرعه القذف ولكن سهل جدا علاج سرعه القذف في المرضى اللي هم بيستخدموا هذه الانواع المتقدمه من الدعامات. ده ملوش اي اثار جانبيه مش ممكن يخرج من العضو الذكري مش ممكن يتحرك من العضو الذكري. بص يا دكتور ايمن السؤال بتاعك ده في منتهى الخطوره لا يوجد اي اجراء ملوش اي مضاعفات كده تماما. حضرتك الاسبرينه نفسها اللي هي ابسط الادويه اللي موجوده خلقت على الارض اذا تناولت بطريقه غير طبيعيه لها نسب مضاعفات زي انها بتعمل سيوله في الدم وبتعمل قرح في المعده وممكن تسبب مشاكل كبيره جدا من اسبرينه. ولكن هي الفكره نسب المضاعفات قد ايه؟ يعني دايما بحب المريض لما بيقول لي هو ده له مضاعفات دايما بحب اكرر له ازاي يسال السؤال لان ما فيش حاجه اسمها ما فيش مضاعفات. كل حاجه لها مضاعفات. ولكن يا دكتور هي نسبه المضاعفات قد ايه؟ اهم ما في الموضوع يا دكتور ايمن السكر. لازم نسيطر عليه. مرضى السكر هم اهم مريض محتاج الى عنايه ورعايه خاصه. مرضى اللي لا يعانوا من السكر مفيش اي مشكله خالص. او المشاكل تكاد تكون ضعيفه في ايد الخبراء ان يحصل اختراق او ان يحصل مقاس مش مظبوط او ما يحصلش انتصاب او كل ده ما بيحصلش او نسبه تكاد تكون غير موجودة او نسب ضئيلة جدا ولكن اهم شيء لمرضى السكر عشان ما يحصلش التهابات هو اخطر حاجة واهم حاجة بنحب نطمئن عليها ان ما يحصلش اي نوع من الالتهابات بعد العملية. اخر سؤال جهاز تكنولوجي عالي جدا واللي قبليه برضو جهاز جيد الى حد ما يتهيأ للبعض ممن لا يمتلك الخبرة انه يسهل انه يتعامل معهم ودكتور احمد قال من 3 سنتي طب ما انا ممكن اتعلمه واتفرج على فيديو دكتور احمد او اروح اساعده في عملية وانا اعملها وانا ما عنديش الخبرة. بص حضرتك يا فندم احنا كنا بنشتغل زمان بكذا فتحة بنفتح فتحة في البطن عشان نحط الخزان وفتحة في القضيب كبيرة جدا عشان نحط الدعامات ولكن بقى في طرق جديدة والحقيقة الطريقة دي احنا رحنا اتدربنا في مراكز في فرنسا متخصصة لتركيب هذا النوع من الدعامات مجرد من فتحة 3 سنتي. الطريقة تبان انها بسيطة جدا ولكن هي في غاية التعقيد عشان نقدر نوصل للمريض ان يتركب له كم هذا الجهاز من فتحة 3 سنتي. و3 سنتي دي لها مدلول مهم جدا ان انت بتقلل كمية التدخل كل ما يكون التدخل اقل كل ما المضاعفات تقل زي كده جراحات المناظير عن طريق خروم بسيطة بنلاقي مضاعفاتها اقل من الفتح الجراحي فده يعتبر تدخل بسيط لاجراء عملية كبيرة. مش اي حد يعمل الحكاية دي. طيب انا قبل ما امشي لازم الومك انت كل شويه توعد تقول انا هاجي وبعد اتصل ونقعد نتصل وندور دكتور احمد فين؟ الدكتور احمد في امريكا، الدكتور احمد فين؟ الدكتور احمد في انجلترا، الدكتور احمد اوعدني ان انت تجي لي زيارات كتير ان شاء الله جمهورك له حق عليك وخصوصا اكيد انت مش شغل عن الحوار في معظم الاوقات عن الضعف الجنسي في كثير من الاوقات الحوار بياخد منحنى تاني بقى مختزل جدا دي حقيقة دي حقيقة بعيد عن العلم دي حقيقة ودي من اهم الاسباب اللي فعلا الواحد عايز يحاول ينتظم عشان بقى في اختزال كبير جدا في المشاكل الجنسية وبيتحور الحوار
الى ايحاءات جنسيه. تنورتنا النهارده، كل الشكر والتقدير لضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم الكبير استاذ دكتور احمد ابو طالب استاذ جراحات المسالك والذكوره بكليه الطب الاسم الكبير مصريه وعربيه وعالمين. اخيرا نورني، انا مبسوط خالص. حوار مثير، اتعلموا كتير وفهموا كتير قوي. صحتكم امانه ترقبتكم، وصحتكم دي علم لازم تفهموه من الدكتور. خليكم معنا.